السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، في حلقة جديدة في أولى حلقات الأسبوع من الأهلي البيت. طبعا حلقة اليوم فيها أحداث كتيرة جدا، وهنتكلم في كلام كتير جدا، ومعنا ضيوف مهمين جدا، وفي الآخر زي ما حضراتكم متعودين هيكون معنا جزء من فقرات الكرة العالمية. لكن قبل ما أبدأ مع حضراتكم ايه اللي معانا وايه الاخبار اللي هنتكلم عليها، تعالوا نرحب بزميلي العزيز اللي موجود معايا ومشرفني ومنورني امير هشام. ازيك يا امير؟ ازيك يا عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. وزي ما قال عمر كده هيكون عندنا العديد والعديد من الفقرات الهامه والمميزه واللي بتخص كل اعضاء وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، مش بس كده اكيد بتخص كل جماهير الكره المصريه بشكل عام في ظل الاحداث الكتيره المتواجده على الساحه الرياضيه المصريه خلال الفتره دي، خلال النهارده بالتحديد بصراحه، لان في احداث حصلت كده في مباراه المقاولين والنجوم برضو عايزين نتكلم عليها، وكمان في احداث عالميه هنتكلم عليها وخصوص محمد صلاح كمان وتالقه النهارده واحرازه هدفين. لكن كالعاده عمر لازم نبتدي بالنادي الاهلي والتعادل طبعاً في مباراة الأمس. طبعا في البداية نادي الأهلي كان عنده مباراة مهمة امبارح أمام فريق شبيبة الثورة الجزائري، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. طبعا نقطة مهمة جدا في تاني لقاءات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا كلام كتير بيتقال وكلام كتير رايح وجاي، لكن احنا هنتكلم دايما في الإيجابيات. لازم نعرف نادي الأهلي والظروف اللي موجود فيها والظروف اللي محطوط فيها. ما فيش شك ان نقطة خارج الملعب ده شيء ايجابي جدا، طبعا جمهور النادي الاهلي متعود على المكسب وده شيء طبيعي، جمهور النادي الاهلي على طول عايز يكسب، لكن الكرة القدم ساعات بيكون في ظروف اقوى منك. بنتكلم في طبعا ظروف القايمة الحالية او الاصابات اللي موجودة، وبالتالي هما دول الخيارات اللي موجودة عندك، عدم وجود رأس حربة بغياب مروان وبغياب ازارو طبعا كان في مشكلة كبيرة. كمان بنتكلم على اجاييه، والكلام الكتير اللي كان بيقال قبل المباراة ان اجاييه يتم الدفع بيه من البداية. الدفع باجاييه من البداية كان فيه مجازفة، كان فيه مجازفة كبيرة جدا جدا جدا. المدير الفني دايما مش بيفكر في نفسه، لازم يفكر اولا في مصلحة اللاعب، ثانيا في مصلحة الفريق ككل. اجاييه امبارح لو كان لاعب من البداية لا قدر الله حصل له بعض الاصابات كنا هنتأخر كتير جدا، لكن شارك في الوقت المناسب كان سبب من اسباب الهجمة اللي جه منها هدف التعادل، وبالتالي اجاييه بدأ ان هو طبعا يعني مباراة زي دي او جملة زي دي لعبها كان سبب في هدف، اكيد بدأت ترجع له ثقته في نفسه. كمان ما ننساش يا جماعة الاجهاد، اجهاد لاعبي كرة القدم من الصفة للجزائر ومن الجزائر لمدينة بشار اللي كان بيقام فيها المباراة بعد مشاكل في الطيران الداخلي، كل ده بيكون عبء على النادي الاهلي. لكن احنا مش بنقول مبررات، لكن احنا بنقول الواقع، الواقع اللي بيحصل او الواقع اللي موجود. مفيش شك ان النادي الاهلي مباراه بعد مباراه بيتقل، مباراه بعد مباراه اللعيبه بتاخد الثقه، كمان اللعيبه الجديده اللي بتلعب مع بعض لاول مره وتاني مره، كل حاجه ان شاء الله في المستقبل هتكون ان شاء الله احسن من الاول. طبعا يعني امير اكيد عنده كلام، لكن يعني تعقيبا على الماتش هنعرف برضو راي امير في التعادل المهم اللي من وجهه نظري نقطه مهمه جدا نخرج بيها من ماتش الجزائر. بالظبط يا عمر، هي اكيد نقطه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي من خلال مباراه الامس في ظل الظروف اللي اتكلم عنها عمر، كلها ظروف اكيد كانت صعبه ولسه الظروف مستمره مع النادي الاهلي خلال الفتره دي والفتره اللي جايه للاسف بسبب العدد الكبير من الاصابات واخرهم كمان وليد سليمان، بنتمنى له ان شاء الله السلامه ويشفى سريعا باذن الله. الاصابه ممكن تكون مقلقه شويه، واللي قلقني شويه اكتر هو موضوع ان ركبه ورمت، لكن ربنا يستر ان شاء الله تكون جزع بس باذن الله في الرباط الداخلي للركبه، ما تكونش حاجه اكبر من كده. لكن في ايجابيات كتير كمان، ممكن سلبيات الاداء في الشوط الاول كان في تحفظ زياده عن اللزوم من النادي الاهلي، واكيد كان في رؤيه فنيه خاصه مستر لاسارتي. الاهم ان احنا لازم نساند الفريق ولازم نساند الجهاز الفني، مش عايزين نحاسب الناس مباراه بمباراه، مش كل مباراه نطلع يا اما نشيد يا اما ننتقد، لا لسه في فتره كبيره، الراجل بقى له 3 4 مباريات بس مع النادي الاهلي، لسه في فترات ومباريات كبيره مقبله بالنسبه للنادي الاهلي وفي بطولات هينافس عليها اكيد الفريق بكل قوه. فبالتالي المؤازرة مهمة جدا من قبل جماهير النادي الأهلي اللي أكيد حاسة بالظروف اللي بيمر بيها الفريق خلال الفترة دي، لكن في إيجابيات عديدة جدا وهي الروح اللي لعب بها النادي الأهلي وعودة الروح بشكل كبير بالتحديد في النص الثاني من الشوط الثاني. النادي الأهلي كان بيأدي بأداء أكثر من رائع، وكمان تغييرات كانت إيجابية جدا مستر لاسارتي، سواء نزول جونيور أجاييه، سواء نزول ناصر ماهر، وآخرهم كان كمان حمودي بس ما لحقش يعني ياخد عدد دقائق كتير.
لكن بالتأكيد نقطة مهمة، الإشادة كمان مهمة جدا بكريم نيدفيد، لاعب مميز جدا وواجه العديد والعديد من الانتقادات خلال فترات كبيرة جدا، من أكتر الناس اللي يعني الناس هجمتها بشكل كبير كريم نيدفيد، لكن هو بيرد بصراحة على كل منتقديه، بيأدي أداء أكثر من رائع على مدار المباريات العديدة السابقة، وبالتحديد آخر مباراة الراجل بيلعب نص ملعب بتلاقيه باك رايت موجود في أي مركز، جوكر جديد يعتبر كريم نيدفيد، ولاعب واعد وصاعد ولسه أعتقد 21 سنة كريم يعني. فإن شاء الله أتمنى له كل التوفيق هو وزمايله. كمان محمد هاني من اللعيبة برضو اللي بعض الأحيان معرفش ليه بتواجه انتقادات، لكن أيضا عمل أسيست رائع في الهدف بتاع كريم نيدفيد، والراجل كان عامل مباراة أكثر من رائعة. لو بصينا لها بشكل عام هنلاقي برضو إن في إيجابيات كتير، مع الوقت إن شاء الله بإذن الله الإيجابيات دي هتزيد، بس عمرها ما هتزيد غير بالمساندة الحقيقية من قبل جماهير النادي الأهلي، واللي أكيد نفسها دايما النادي الأهلي يكون في انتصارات. تعادل امبارح تعادل هام، احنا النهارده يعني بالنتيجه بتاعت حتى الان لفيتا كلوب مع سيمبا تنزاني 3-0 حتى اللحظه دي في المباراه اللي ابتدت بالتحديد في تمام الساعه 6 مساء، فبالتالي كده النادي الاهلي بيحتل صداره المجموعه برصيد 4 نقاط، بعديه فيتا كلوب وسيمبا تنزاني كل واحد فيهم 3 نقاط، وشبابيه الثوره الجزائري نقطه وحيده. ان انت في التوقيت ده بتعتلي صداره المجموعه في المقابل انت الموسم اللي فات كنت اخر المجموعه بعد تاني مباراه، فاكيد في اختلاف ايجابي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى الاستمراريه والمنافسه حتى النهايه في هذه البطوله والفوز بيها، بس مش منافسه، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي واكيد لاداره النادي الاهلي ولاعبيه. اكيد كان فوز مهم يا عمر، لكن ايضا عندنا العديد من الاخبار يعني زي ما انت اتكلمت انا عايز اضيف يعني لكلامك يا امير، مش معنى ان الفيتا كلوب يعني كسبان سيمبا على ملعبه 3 وان سيمبا يفوز على شبيبه الصاره يبقى شبيبه الصاره فريق ضعيف. لا طبعا، انت عارف ان اول مشاركه الفريق شبيبه الصاره في البطوله الافريقيه، وبالتالي اخذ الصدمه، صدمه بدايه المجموعات بالزبط. صدمه بدايه دوري ابطال افريقيا، لكن كل فريق من الفرق اللي بتلعب هي قويه على ملعبها. نشوف سيمبا لما يلعب لما يلعب شبيبه الصاره الموضوع هيبقى مختلف تماما. مش معنى ان هو خسر 3-0 يكون خصم سهل، عشان الناس او الجمهور زعلان ان النادي الاهلي خسر او تعادل مع فريق خسر المباراه اللي قبلها 3-0 واول مباراه بيبقى ليها ظروفها طبعا طبعا. فدي نقطه مهمه جدا لازم نوعي جمهور النادي الاهلي عنها. وفي نفس الوقت امير عايز بقى يعني اتكلم في نقطه مهمه جدا قبل ما نروح للاخبار، معلش. ماشي. جمهور النادي الاهلي يا امير عايزينه بيبقى بس مشغول بامر النادي الاهلي، احنا مركزين مع فرقتنا في الدوري صح. في دوري ابطال افريقيا ما يعني ما نديش ما نتكلمش على 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 حاجات ثانيه فرعيه يعني احنا بس نركز لما بنتكلم على امور ثانيه فرعيه يا جماعه الموضوع بياخد اكبر من حجمه، واي حد بيتكلم بيعرف ان احنا مركزين معاه، لكن احنا النادي الاهلي اولا وثانيا وثالثا هو ده جمهور النادي الاهلي، احنا بندعم، احنا في ظهر النادي الاهلي، ملناش دعوه غير بنفسنا يعني عشان نريح نفسنا كده، وملناش دعوه بحد. اللي بيتكلم طبيعي جدا طول ما انت في المقدمه، اللي هيتكلم كتير جدا طبيعي جدا، ومش اول مره حد يتكلم طول ما انت في المقدمه وطول ما انت باعد عن الناس بارقام كتيره جدا جدا جدا، هتلاقي الناس بتتكلم عليك في كل حته. لكن ايه دورنا كاعلام وكجمهور؟ ان احنا نساند فقط النادي الاهلي ونتكلم على فريقنا ونبين لحضراتكم ايه الايجابيات وايه السلبيات. طيب نروح سريعا لبعض الاخبار اللي موجوده معانا يا امير، واول خبر موجود معانا طبعا مستر لاسارتي يطالب لاعبي الاهلي باغلاق ملف افريقيا والتركيز في الدوري. طبعا شيء طبيعي جدا ان مستر لاسارتي يطلب من لاعيبه الاهلي بعد مباراه امس ان هم خلاص هيقفلوا الملف الافريقي وبيستعدوا لمباراه يوم الخميس، مباراه قويه امام مصر للمقصه، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحصل ال3 نقاط، وان شاء الله تكون ان شاء الله يعني برضه انطلاقه قويه في بطوله الدوري العام. اكيد طبعا مباراه مصر مقصه لا تقل اهميه عن اي مباراه يعني بيتكلم فيها او بياخدها النادي الاهلي خلال الفتره دي، واكيد الطبيعي ان النادي الاهلي يعني بيغلق الملف الافريقي وبينظر للملف المحلي، ودي عاده النادي الاهلي على مدار السنوات كلها السابقه. الاهم ان شاء الله ان انت بتاخد مباراه خطوه بخطوه، مهم جدا ان انت تستعيد المنافسه على بطوله الدوري، هي بطوله ايضا من ضمن البطولات المفضله بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. كمان من ضمن الاخبار يا عمر، وهو خبر خاص بي وليد سليمان لاعب النادي الاهلي ونجم الفريق خلال الفترات الكبيره الماضيه، وطبعا بعد الاصابه اللي تعرض ليها في الركبه امبارح، لزياده في التاكيد هيكون في اشعه بالنسبه لوليد سليمان على ركبته علشان نطمن على حجم الاصابه ومده الغياب، ده هيتم طبعا عقب العوده مباشره للقاهره.
ولا في كمان احتماليه ان ممكن الاشعه تجرى كمان في الجزائر ان يعني سنحت الظروف عشان يتم يعني الاطمئنان بشكل اكبر على وليد ياسين. ان شاء الله نتمنى تكون اصابه خفيفه. موضوع بس الورم ده اللي قلقني شويه، لكن ان شاء الله الامور تبقى كويسه عمر ويرجع وليد سليمان كاحد اللاعبين المهمين جدا في صفوف النادي الاهلي. طبعا وبالنسبه للعيبه اللي ما شاركتش في مباراه امس، حرص الجهاز الفني انه يستكمل تدريباته اليوم في الجزائر في ملعب خماسي. ملعب خماسي بيستضيف تمرين قوي للنادي الاهلي علشان ما فيش وقت، النادي الاهلي مش عايز يضيع وقت خالص لمباراه يوم الخميس، وبالتالي اللعيبه اللي ما شاركوش في مباراه امس كان في مران قوي جدا ليهم في الجزائر علشان يستعدوا ان شاء الله لمباراه يوم الخميس، مباراه تبقى قويه جدا جدا، اي منافس قدام النادي الاهلي بيكون منافس قوي جدا ايا كان مين هو، لكن مصر المخاصه واحد من الانديه القويه، واحد من الانديه اللي دايما بتكون منافس قوي لانديه القمه، اهلي زمالك اسماعيلي اي فريق، لكن طبعا كل الاحترام والتقدير لمصر للمقصه. وده جزء من التدريب اللي اتكلمنا وقلنا لحضراتكم ان ده الملعب الخماسي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان معظم الملاعب الجزائريه يا امير بيكون يعني كلها نجيله صناعيه، انا عارف ان هي بتسبب بعض المشاكل لبعض اللعيبه اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في الركبه، لكن هو ده الخيار اللي موجود قدامنا. لكن ان شاء الله مستر لساتي والجهاز الفني والطبي يتعاملوا مع الامور بشكل ان شاء الله يكون في كل خير للاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الامور تسير بالشكل الجيد بالنسبه للفريق خلال المراحل البعيده القادمه. كمان في نفس السياق يعني المران النهارده كان في بعض التدريبات الاستشفائيه للاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي في مباراه الامس، وده شيء طبيعي لتجنب الاجهاد بسبب توالي المباريات سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا او الدوري المحلي، فده شيء طبيعي وبديهي جدا، وان شاء الله يكون مران استشفائي جيد بالنسبه لهم علشان طبعا يعني العضلات ما يكونش عليها حمل تدريبي قوي بشكل كبير علشان ان شاء الله يعني نقلل شويه من كم الاصابات المتواجد في صفوف النادي الاهلي. على فكره بمناسبه الاصابات يعني ناس كتير بتتكلم على الاصابات وتكرار الاصابات، يعني ممكن ده يكون سبب او يعني بشكل او باخر خلال الفترات اللي فاتت ان من خلال بدايه فتره الاعداد بالنسبه للنادي الاهلي ممكن كانت ما تكونش على الفتره او بالشكل القوي والمناسب لفريق كبير بحجم النادي الاهلي، ده ممكن يترتب بالنسبه لمدرب الاحمال السابق مستر ليندمان. مش عايزين يعني نلقي بالحمل على شخص معين، لكن هي ظروف صعبه بشكل كبير بالتحديد من ناحيه الاصابات بالنسبه لكل جمهور او بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وبيأثر طبعا على الحاله المعنويه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بشكل طبيعي ومعتاد. هنروح لكريم يا عمر، يلا بينا نروح نشوف ونسمع بقى كريم هيقول ايه. يلا مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. متواجدين في الجزائر عقب انتهاء مباراه النادي الاهلي وشبيبه الثوره الرياضيه اللي انتهت بالفعل بالتعادل الايجابي بنتيجه 1-1، مباراه كانت غايه في الصعوبه في ظل الظروف من الغيابات والاصابات بروده الجو، ايضا كمان الترتان او النجيل الصناعي اللي خاض عليه النادي الاهلي هذه المباراه، يمكن خلاص الظروف دي انتهت، تم غلق هذه الصفحه. نتيجه طيبه لان اكيد الحمد لله ما جاش فينا اكتر من هدف، قدرنا ان احنا نحقق هدف خارج الارض. ان شاء الله مباراه العوده يكون فيها حسابات مختلفة، يرجع بشكل كبير كل اللعيبة المصابة خلال الفترة الماضية، لعيبة خلاص دخلت في المراحل النهائية من التأهيل، لعيبة خلاص إن شاء الله هتعود بعد العودة إن شاء الله تدخل في التدريبات الجماعية على رأسهم سعد سمير إن شاء الله يكون جاهز، أكيد هو كان جاهز على هذه المباراة لكن رؤية طبية ورؤية فنية إن ياخد وقت ومزيد من الوقت إن شاء الله، لأن الفترة اللي جاية عندنا غيابات كتيرة، فلابد يكون كل لاعب بيعود من الإصابة يكون جاهز بنسبة 100% لأن إن شاء الله بإذن الله ما نفقدش لاعب تاني زي ما فقدنا وليد سليمان في هذه المباراة. وليد ده واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، يمكن جزع في الرباط الداخلي للركبه والركبه ورمه شويه، كان قرار ايضا كمان من طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان احنا ما ننتظرش العوده الى القاهره عشان نعمل اشعه ونطمن بشكل كامل على ركبه وليد سليمان، لا تم اتخاذ قرار مجرد وصولنا الى مطار بومدين بالجزائر، هيكون طبعا في تحديد لميعاد لان وليد ان شاء الله نطمن عليه ما تبقاش الاصابه اكتر من كده، وباذن الله وليد يعود سريعا لصفوف فريق النادي الاهلي. عندنا غيابات عديده، بنفقد كل مباراه اكتر من لاعب، ده امر يمكن فنيا بنأكد عليه أكثر من مرة بيسبب أزمة فنية كبيرة للجهاز الفني، بيحاول إن هو يكون فيه تجهيز لبديل واثنين وثلاثة، لكن للأسف إن بيكون البديل أيضا كمان عنده إصابة أو في مرحلة نهائية من التأهيل، فأكيد ظروف فنية بنلتمس كل العذر للجهاز الفني برئاسة أو بقيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني كابتن محمد يوسف. ظروف صعبة جدا، ويمكن أتخيل إن لم تمر هذه الظروف على أي فريق إن يكون عندك عدد الغيابات الكثيرة جدا دي في كل مركز اثنين وثلاث لعيبة، كمان الفراودة مفيش فراودة بتخوض بيها مباراة فيتا كلوب ومباراة أيضا كمان الشبيب
حبيبه الثوره الجزائري، ظروف صعبه جدا، لكن كالعاده بنقول وبنقيم فريق النادي الاهلي وبيقيم على قلب رجل واحد وروح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي. يمكن كل الامور دي هي اللي بتساعد فريق النادي الاهلي في العوده بنقاط، في عوده بنتيجه ايجابيه زي نتيجه شبيبه الثوره الرياضيه والنادي الاهلي اللي انتهت بها التعادل الايجابي 1-1. ان شاء الله يا وليد نطمن عليك باذن الله بعد الاشعه، وباذن الله ما تكونش الاصابه اكبر من كده، تكون جزع بسيط جدا في الرباط الداخلي اسبوعين ثلاثه ان شاء الله يا وليد، وتعود من جديد لصفوف فريق النادي الاهلي لمسانده الفريق في الدوري العام وبطوله كاس مصر وايضا كمان البطوله الافريقيه. ايضا نقطه مهمه جدا وهي العوده ورحله العوده، يمكن رحله طويله شويه زي رحله الذهاب. رحله الذهاب استغرقت اكثر من 13 او 14 ساعه بترانزيت لعوده هنا الى ولايه بشار اللي اكيد طبعا كان ليها طيران داخلي. احنا خلاص يمكن لحظات بسيطه جدا وهنتوجه الى المطار لرحله داخليه على خطوط الجزائريه تبدا الساعه 4 عصرا، تصل ان شاء الله الى المطار العاصمه الجزائريه في تمام الساعه 6:30 مباشره على فندق الاقامه اللي تم تنسيقه مع الكابتن السيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، وايضا كمان الاستاذ علاء الزغبي المسؤول طبعا عن الشؤون الماليه في شركه المقاولين العرب، متواجد معانا لحظه بلحظه ويكون ايضا كمان متواجد معانا في العاصمه لتسهيل الرحله الاخيره، وهي الرحله الاخيره ان شاء الله تكون غدا في تمام الساعه 10 نتوجه الى مطار بومديا ومنها رحله اخرى ان شاء الله الى القاهره باذن الله تصل بسلامه الله بعثه النادي الاهلي. النادي الاهلي ادى تدريب خفيف اليوم، مفيش وقت بشكل كبير، مباراه مصر المقصه خلاص تم تحديدها في استاد برج العرب، مفيش وقت، فمستمر لسارتي حاول ان هو يكون في تدريب خفيف في بعض الاسترتشات لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه يمكن دخلت الجيم اللي ما شاركتش في هذه المباراه لان مفيش وقت ولابد يكون في تدريب. رحله السفر هتكون طويله، اللعيبه هتكون قاعده في الطياره عدد ساعات كبير جدا، غدا لسه لم يتم تحديد او بعد غد لم يتم تحديد التدريب، هنشوف لسه التدريب اللي مستر مارتن هيدي راح لعيبه النادي الاهلي ولا هيكون في تدريب، لسه الامر ده لم يحدد حتى هذه اللحظه، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي ما نفقدش عدد من اللاعبين اكثر من مره، لان وليد سليمان اثر بشكل كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي لان وليد كان بيأدي اداء اكثر من رائع خلال الايام الماضيه والمباريات الماضيه. باذن الله ان شاء الله ترجع اللعيبه اللي مصابه، اللعيبه اللي في الفترات الاخيره من التاهيل، خلاص سعد سمير هيدخل ان شاء الله، صلاح محسن، محمد نجيب، في عدد كبير ان شاء الله هيدخل من لعيبه النادي الاهلي في قائمه المباريات، وباذن الله النادي الاهلي يستعيد سلسله الانتصارات في بطوله الدوري العام، ان شاء الله يكون ليه تركيز كبير في بطوله كاس مصر والتركيز الاكبر ان شاء الله في البطوله الافريقيه. حتى هذه اللحظه طبعا يمكن دي كانت الاجواء والكواليس، لكن هنكون مستمرين معاكم اكيد من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه مع اخر اجواء وكواليس بعثه النادي الاهلي هنا في الجزائر. عوده ليكم في الاستوديو. نشكرك يا كريم طبعا، شكرا جزيلا، قال لنا كل التفاصيل الخاصه ببعثه النادي الاهلي في الجزائر وطمنا بشكل كبير جدا على البعثه واحوال الفريق، وكمان من ضمن الايجابيات اللي اتكلم عليها كريم وهو عوده عدد كبير من المصابين خلال المرحله الجايه، سواء سعد سمير خلاص بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، محمد نجيب كمان من اللاعبين المهمين جدا واللي عندهم خبره كبيره جدا في خط الدفاع ان شاء الله ايضا هيكون لائق قريبا، صلاح محسن يعني ان شاء الله لعيبه الاخر يعودوا لقائمه النادي الاهلي ويكونوا متاحين للجهاز الفني قيادة مستر مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروغواني. طيب خلينا نروح لملف آخر، ومن ضمن الأخبار الهامة جدا اللي معانا النهاردة هو إقبال كثيف على الاشتراك في عضوية الأهلي، وده بالتحديد بعد موافقة الجهة الإدارية على زيادة طبعا رسوم العضوية. احنا زي ما احنا عارفين فرع النادي الأهلي في الجزيرة الاشتراك حتى هذه اللحظة قبل الأول من فبراير ب 350 ألف جنيه، هيزيد 150 يعني هيوصل ل 500 ألف جنيه ده في أول فبراير، وبعد موافقة طبعا الجهة الإدارية فطبيعي جدا يكون في اقبال كبير جدا من الجماهير بتاعه النادي الاهلي ان هم يعني يكون عندهم عضويه داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه، فبالتالي ده شيء مهم. كمان الشيخ زايد يعني العضويه فيه 125 الف جنيه هتزيد ل 175 الف جنيه، وفرع التجمع هيكون زي ما هو ب 200 الف جنيه. طريقه سداد العضويه بالنسبه للاعضاء الجدد بتكون من خلال دفع 50% من الاشتراك، وال 50 الباقي بيكون على مده 4 سنين. واحنا عارفين طبعا ان في لجنه خاصه بالعضويه برئاسه المهندس ابراهيم الكفراوي وكمان استاذ طارق انديل، واللي بيستقبلوا فيها طبعا الاعضاء الجدد للحديث معاهم وللموافقه على تواجدهم داخل النادي الاهلي، وان شاء الله شيء مهم ومميز جدا. وقبل اول فبراير طبعا اكيد عدد كبير جدا من الاعضاء الجدد ان شاء الله هيكون في اقبال اكبر يا عمر خلال المرحله المقبله. أكيد طبعا يعني عايز أتكلم أو أضيف بعض النقاط على الكلام اللي الأمير قاله.
طبعا فرصة ذهبية للي عايز يشترك في النادي الأهلي، بنتكلم في 350 ألف جنيه فرع الجزيرة، وبالتالي يكون ليه حق الدخول في الأربع فروع، فرع النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس. بنتكلم على 50% مقدم، والباقي بيكون على 4 سنين بالتنسيق مع البنك. طبعا بيكون في تنسيق مع البنك بشكل مباشر، وبالتالي بتكون فرصة للأولاد ولولاد الولاد، وبقى بتبقى طبعا فيها توريث إلى ما لا نهاية، وبالتالي فرصة كبيرة جدا. بنتكلم في 150 ألف جنيه فرق من أول فبراير، أنا أعتقد أنه مبلغ كبير، لكن طبعا حاليا مبلغ يا أمير يعني أعتقد أنه بالتقسيط ممكن يعني استثمار كمان، استثمار لأحسن استثمار لأولادك. لو عندك أولاد بيلعبوا ألعاب جماعية، بيلعبوا ألعاب فردية، أحسن حاجة أنهم يكونوا موجودين في نادي كبير زي النادي الأهلي. طبعا بالزبط. الشيخ زايد بنتكلم على 125 ألف جنيه، يعني إحنا بنتكلم ولا حاجة، يعني دلوقتي الأسعار اللي موجودة مقارنة بالأسعار طبعا، وبالتالي كمان التجمع ده لسه بيبدأ، وإحنا بنتكلم في 200 ألف، وكمان وصل إن مقدم العضوية يبقى 70 ألف جنيه مش كمان 100 ألف جنيه، والباقي يكون على عدد من السنين، وبالتالي يعني تاني فرصة كبيرة جدا لكل يعني الأشخاص اللي حابين إن هم يكونوا موجودين في كيان النادي الأهلي وفي داخل النادي الأهلي، وهم يستفيدوا بالخدمات ويستفيدوا بالمميزات اللي موجودة من خلال الكلام اللي أمير قال عليه. لجنة العضوية برئاسة الأستاذ إبراهيم القفراوي والأستاذ طارق قنديل موجود معاه، واحد من يعني الأعضاء النشطاء جدا، لكن الله يكون في عونهم عندهم كم كبير جدا من الطلبات. تعالى أمير نروح طبعا عائلة الأهلي، ومن ضمن البرامج اللي بينظمها عائلة الأهلي ولجنة الطفل. بالزبط. عندهم إيفنت أو عندهم إن شاء الله حدث يوم 25 و26 يناير، وهو الفاندي. الفاندي ده طبعا لكل الأطفال الخاصين بالنادي الأهلي، وده هيكون يوم 25 و26 يعني جمعة وسبت اللي جايين، وهتكون من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 6 مساء. أعتقد أن ده يعني حاجة لطيفة وظريفة في وسط الأحداث اللي كانت بتحصل. لجنة الطفل طبعا من اللجان النشيطة جدا في النادي الأهلي. فعلا فعلا يعني عدد كبير من اللجان يا عمر المتواجدة داخل النادي الأهلي، وفي الحقيقة بيقوموا بدورهم على أكمل وجه، وبيعملوا أنشطة عديدة جدا جدا لأعضاء النادي الأهلي، مش بس بفرع واحد، لا في كل الأفرع بالنسبة للنادي الأهلي، سواء الجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، وأكيد هيكون في أنشطة كتيرة كمان في فرع التجمع إن شاء الله لما يتعمل كلها أمور جيدة، وجانب اجتماعي هام جدا بذلوا مجهود كبير طبعا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. الاهتمام بس مش بالجانب الرياضي ولا الجانب الإنشائي بس، لا، لكن مهم جدا الجانب الاجتماعي، وده اللي واضح بشكل كبير في مختلف أفرع النادي يا عمر. كمان من ضمن الأخبار، ونروح بقى لكرة اليد وفريقنا أو منتخبنا الأول لكرة اليد، واللي بيشارك فيها بطولة كأس العالم في ألمانيا والدنمارك، واللي بصراحة تأهل للدور الأساسي، وأول مرة من 2001 المنتخب يتأهل لهذا الدور. احنا عارفين في 2001 تقريبا خدنا المركز الخامس اعتقد على ما اتذكر يعني، فبالتالي عودة للبطولات العالمية بمركز قوي. احنا كده خلاص ضمننا ان احنا نكون متواجدين في اول 12 مركز. ان شاء الله عندنا مباراة هامة جدا جدا غدا امام فريق النرويج، هو احد الفرق القوية او احد المنتخبات القوية. بكرة المباراة هتكون في تمام الساعة 9:30 مساء، نتمنى لهم كل التوفيق. فبالمناسبة طبعا يعني خطاب أرسل من قبل الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد للاتحاد المصري لكرة اليد، عشان يهنئهم للصعود للدور الأساسي أو الرئيسي في هذه البطولة الهامة جدا. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري الأول لكرة اليد. وبالمناسبة كمان يعني المنتخب بيتم تجهيزه من خلال العناصر الموجودة حاليا عشان البطولة اللي هتكون مهمة أيضا، وهتكون متواجدة هنا في مصر إن شاء الله في 2021. كل دي أمور مهمة وتجهيز هام جدا لهذا الحدث ان شاء الله. عندنا لاعبين مميزين جدا جدا في صفوف منتخب كرة اليد، ان شاء الله نتمنى لهم ان هم يعني يذهبوا بعيدا في هذه البطولة من خلال مباراة الغد ان شاء الله امام النرويج، ويكون باذن الله فوز هام للغاية يا عمر. يعني زي ما انت قلت احنا معانا المجموعة، معانا النرويج ومعانا تونس ومعانا الدنمارك، اكيد مجموعة صعبة، لكن انت بتتكلم في انجاز من 2001 ما وصلناش، فاعتقد ان ده شيء يتحسب للاتحاد المصري لكرة القدم، وكمان برقية مهمة جدا من رئيس الاتحاد الدولي ان هو يحفز اللعيبة قبل بداية الدور الثاني او الدور الاساسي من كأس العالم. وزي ما انت قلت النقطة الاهم هو الاستعداد لكأس العالم القادم ان شاء الله، هيكون 2021 ان شاء الله. قبل ما نخش مع حضراتكم، كانت نهاية مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي. مباراة كانت قوية قوي طبعا كالعادة، يعني ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح الملك المصري ما شاء الله عليه بصراحة.
هدفين وبيتخطى يعني بيكسر حاجز بيحقق رقم قياسي جديد. بنتكلم فيه بعد 72 مباراة 51 هدف علشان يكون أسرع رابع أو أسرع رابع لاعب في تاريخ البريمير ليج يجيب بعد 72 مباراة 51 هدف. المركز الأول كان أندي كول في 65 مباراة، المركز الثاني ألان شيرر في 66 مباراة، المركز الثالث فان نيستلروي 68 مباراة، الرابع كان قبل ما محمد صلاح يسجل الهدف الثاني ليه والهدف الثالث لفريق ليفربول كان هو توريس طبعا كان اللي كان بيلعب في ليفربول واللي طبعا نجم اتلتيكو مدريد ونجم تشيلسي، كان بعد 72 مباراه احرز 50 هدف. محمد صلاح بيتخطاه في عدد الاهداف لكن بيتساوى معاه في عدد المباريات، بيسجل 51 هدف في 72 مباراه. توريس بيبقى لاعب رقم 5 واجويرو في المركز السادس ب 81 مباراه. مفيش شك ان فوز مهم جدا لليفربول، كلنا كنا هنزعل. محمد صلاح يعني الوحيد اللي بيقدر يجمع كل اطياف كره القدم وكل الانتماءات على ترابيزه واحده عشان يتفرجوا ايا كان ايه انتمائك الكروي. بتتفرج على محمد صلاح، بتستمتع بمحمد صلاح، وكمان يا امير هو يعني فعلا هو فخر العرب، يعني فخر مصر، يعني حاجات كتيره جدا يعني بنفرح لما بنشوف فيها صلاح يعني بيمارسها او بيلعبها. اكيد طبعا هو صلاح كده خلاص انفرد بصداره الهدافين في الدوري الانجليزي، وصل للهدف رقم 16، كان بيتنافس طبعا مع بيير امريك اوباميانج المهاجم الجابوني. ان شاء الله زي زي هاريكين طبعا عارفين ان هاريكين كمان كان 14 هدف لحد قبل مباراه النهارده، كان هو وصلاح وبميانج 14 هدف. هاريكين في المباراه الاخيره اتصاب وهيغيب شهرين، فبالتالي هيبعد بنسبه كبيره عن المنافسه على صداره الهدافين. كمان اوباميانج عنده مباراه كمان شويه او كمان دقائق مع تشيلسي، يعني ارسنال ضد تشيلسي هتبقى مباراه صعبه جدا، ان شاء الله ما يحرزش اهداف، ان شاء الله يفضل صلاح هو المتصدر. اوعى تنافس صلاح، اللي بينافس صلاح بيبقى نهايته وحشه كده. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح. ظاهره الموسم الواحد اللي كان بيتقال عليه طبعا من قبل الصحافه الانجليزيه او الصحافه العالميه بشكل عام، الراجل بيرد على كل الانتقادات وماشي بشكل اكثر من رائع، سواء من ناحيه احراز الاهداف او صناعه الاهداف. كمان عنده 7 اسيست حتى الان في الدوري الانجليزي، وده عدد جيد جدا بالنسبه لمحمد صلاح نجمنا المصري، ونتمنى له كل التوفيق. قبل عمر ما نروح لفاصل ونتكلم على او نستضيف ضيوفنا ان شاء الله اللي هينورونا النهارده، كان في مباراه ما بين النجوم والمقاولين. تمام. النتيجة كانت 1-1. تمام. المقاولين جابوا جون، أحمد علي حط جون بإيده بصراحة، بس الحكم حسب الجون، والحكم الخامس وافق كمان على الجون، قال لك لا اللي هو على الخط اللي دايما بيغلط عندنا في مصر ما اعرفش ليه. قال لك الكره جون. وبعد كده بعد شويه بعد ضغوطات كبيره جدا من الجهاز الفني لفريق النجوم تم الغاء الهدف، رغم ان مفيش تقنيه فار في مصر، حاجه غريبه بصراحه بتحصل يعني. طب انت رايك ايه؟ رايك ان الحكم كان يحسب الهدف ولا ويفضل مصمم على رايه ولا اصل ما هو ما اصل هي ما فيهاش حل من غير من الاثنين. انت دلوقتي طالما احتسبت الهدف وما فيش تقنيه فار يبقى خلاص الهدف لازم يتحسب. مظبوط. لكن انت معنى ان انت لغيت الهدف ان حد كلمك من البيت او حد اتكلم الجهاز الفني لفريق النجوم وقال له الكره والله جت في ايده، وقعدوا يضغطوا على الحكم، ودي حاجه غريبه جدا جدا يعني بنشوفها في الدوري المصري. يعني كان المفروض الهدف حتى لو خلاص الهدف غلط، بس انت احتسبت الهدف، مش هنرجع بقى وكده كده فيش تقنيه فار ان احنا نلغي الهدف. يعني ظاهره غريبه. وكويس ان الماتش داخل استعادل على فكره. انا كنت لسه اقول لك المقاولين جاب التعادل في الدقيقه الاخيره. فعلا دي كانت يعني عداله السماء. لو كان المقاولين لان بعد الهدف الثالث على طول نجومها جابوا هدف يعني جابوا هدف في الثاني. فانا بقول لك لو كانت المباراه خرجت بخساره المقاولين كان الموضوع كان هيبقى فيه مشاكل كتير. لكن هي في الاول وفي الاخر العداله بقى بالزبط. هي اللي بتحتم على مباراه المقاولين ونجوم المستوى الأوفرية النجوم. طبعا أمير هيكون معنا واحد من الضيوف مهمين جدا اللي بيشرفونا وبينورونا، وهو مدير التحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ عصام شلوت. هنستمتع بالحوار معاك واكيد هنتفرج عليه بقى، واشوفك بعد الفاصل، اشوفك بعد الفقره الحواريه. هيكون معاك فقره حواريه كمان هامه جدا يا عمر مع كابتن رضا الويشي لاعب النادي الاهلي السابق. النهارده فقرات هتكون مهمه وهنتكلم فيها في العديد من الامور المحليه والعالميه وبشكل عام عن الكره المصريه. استنونا بعد الفاصل.
مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واولى فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده، واللي هنستضيف فيها قيمه صحفيه واعلاميه كبيره جدا جدا، هو استاذ عصام شلتوت المدير التحرير التنفيذي في اليوم السابع الناقد الرياضي الكبير. استاذ عصام منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك عمير، انت اللي منور ومشرف وحاجه كده بس دايما لحضرتك معانا كده. ربنا يخليك، متشكر جدا. طبعا في كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه النهارده في العديد من الملفات يعني على الساحه الرياضيه المصريه، لكن خلينا نبتدي بالاهلي والتعادل الايجابي بالامس امام فريق شبيبه الثوره في تاني جولات دور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا ودور 16 بالتحديد. تقييمك للمباراه ورؤيتك لهذه النتيجه. شوف، لازال سارتي يبحث، يعني عارف فكرة البحث عن الذات، يعني لازال سارتي يبحث عن تكوينة يقدر يبقى جاهز بيها وفورمة، انه ده الفريق اللي دايما بيتقال مع الكبار اللي هو من 11 ل 20 حاجة و20، قريبين جدا من بعض في المستوى. الخطوط ايضا متكاملة، يعني مدافعين مش كأنه مدافع، لا مدافع وسط، يعني مدافع اللي هو سيرد باك او ظهير ثالث، يعني يبقى دي شغلته الاصليه، مش معاها كمان وظيفه او جوكر او لاعب يجيد اللعبه في اكثر من مكان. اجاده اللعبه في اكثر من مكان دي هيبان كل فوائدها على النادي الاهلي او على فريق كره بالنادي الاهلي لما يكتمل عقد مراكز الفريق، يعني لما يبقى في ربيعه وسعد كويس، وطبعا ياسر ابراهيم بعد انضمامه، وبالتالي ستجد زهراء الوسط دول او السردباكات بالمعنى الكروي موجودين، اللي بيعرف بقى يبقى بيضم شمال بيضم يمين بيتقدم لقدام في نص الملعب، هيبان بقى ايه يعني خيرات اضافيه كرويا يعني. لكن لازال الرجل يتعامل مع الماده اللي في ايديه. انت بتقدر تبقى في التلفزيون بس بتعرف تطلع في الراديو، كمان ممكن تكتب مقال، وبالتالي هو يتعامل مع المعطيات الموجودة وبيحاول يحسن أفضل شيء عند كل لاعب كأنه في مركزه. تمام. عشان كده الأهلي يبدأ مباريات كثيرة جدا، مباريات كثيرة يمكن 99% منها بدون خط هجوم، اللي اسمهم خط هجوم خاصة رؤوس الحربة، مروان محسن ثم إصابة، نتمنى طبعا لمهاجم الأهلي ومصر الدولي التعافي، وبالتالي حاجة ورا حاجة عاملة الحالة دي. نص الملعب لما يزيد مثلا في مركزين، ما يزيدش في الثلاث أربع خمس مراكز اللي هو عايزهم، مفيش اختيارات يعني، وبالتالي أهل اليسار يخليهم ربما في قلب الملعب أو على الدايرة، أهل الدايرة يخليهم على اليمين أو على اليسار، وبالتالي كل دي مش معوقات، لكن كل دي تعني أن الأهلي في الطريق لبناء فريق. الجمهور بس الأحمر عاكف على فكرة واحدة، هو الدوري راح ولا لسه؟ هو الدوري جاي ولا مش جاي؟ دي نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها برضه. ده اللي بقوله حضرتك، أنت لازم تبقى كجمهور عندك يقين وتلعب دور السبورت الحقيقي فيما يتم مناشدتك من أجله، أهو باللغة العربية الفصحى، يعني بيتقال، وإذا كنت تثق وأعتقد أن الناس بتثق بعد هذه يعني الصفقات، واللي كان أكيد الشغل شغال عليه، يمكن أنا قلت معاك أنه هناك يعني صندوق مغلق في الأهلي لا يفتح عنوة ولا يفتح بناء على رغبة حتى جماهيره العظيمة أو كمان عائلة الأهلي، وبالتالي أعتقد أنه لابد أن يتحول يقين جماهير الأهلي أن الأهم الآن هو أن يستعيد الفريق كامل نجومه في كل المراكز، يعني كل الوظائف يبقى فيه موجود فيها الأفضل، هم موجودين لكن يعودوا. هنعتبر يعني أنه لما بنقول وظائف هنقول أنهم أجازات في كرة القدم، إصابات، وأيضا هناك ما يمكن أن يكون سمة تحديث، مش هقول بقى تغيير، تحديث في أدوات الطب والعلاج ومن ثم حالة الاستشفاء، ودي مهمة جدا، ويمكن الأهلي في الطريق لإعادة صياغة الملعب نفسه، استاد التتش وغرف الملابس وشيء من هذا القبيل، لكن استخدام الأجهزة الطبية ده اللي بقوله لحضرتك. أعتقد أن ده حتى لم يفصح عنه، لكن باقترابنا من موقع الحدث شايفين هذا الحراك يعني، واللي كان مرغوب انه كعادة المجلس الحالي منذ ان جاء لا يعلن الا عند بدء او قص الشريط فعلا. وبالتالي
اعتقد ان كل الادوات دي جنبا الى جنب، مش اعتقد بقى ده اكيد، كل هذه المهمات التي توضع، يعني كل ما بتغلف انت مهمة وتحطها والتانية وجنب بعض جنب بعض بتشكلك في الاخر كل ما يمكن ان يكون في يقين الادارة مفرح للجماهير. والان انت تتحدث عن الجماهير باعتبارها هي الملهم، هي المساند، هي الداعم، هي كل ما يمكن ان يكون للحياة الحمراء. عشان كده هم كمان مطلوب منهم ما يدفعوش دفع نجومهم الموجودين حاليا الى ان يعود فريق كامل من الاجازات او الاصابات، يعني ما يدفعوش بيهم الى طريقين، طريق استعادة القمة وطريق وجود الفريق وكل عناصره تؤدي 100%. طيب حضرتك طبعا اتكلمت في العديد من الامور المهمه جدا اللي بتحيط بكل ما يخص فريق الاول لكره القدم، لكن خلينا ناخدها واحده واحده. واحنا اتكلمنا عن مباراه الامس طبعا امام فريق شبيبه الثوره، لكن من وجهه نظر حضرتك هل التعادل مرضي بالنسبه للنادي الاهلي في ظل الظروف اللي بيمر بيها زي ما حضرتك ذكرتها، وكمان في ظل الظروف ونتيجه المباراه الاولى بالنسبه لفريق شبيبه الثوره امام سيمبا التنزاني واللي خسر فيها 3-0، فبالتالي كان عنده حافز ودافع اكبر للفوز في مباراه الامس باي طريقه من الطرق، فبالتالي ده خلينا نقول ان النتيجه مرضيه بالنسبه للنادي الاهلي. مؤكد، سيبك قبل ما نروح مرضيه من عدمه، الاهلي لا يقنع الا بالفوز، ده طبيعي، وده حق جماهيره وادارته وحتى لاعبيه، لاعبو الاهلي ضمن منظومه يعني في كل بلاد العالم الاول ده بتلاقيه دايما هو خارج حتى متعادل، لو حتى في الديربي في الكلاسيكو ما بيكونش عنده حاله السعاده اللهم الا بانه ادى ما عليه، بانه قد يكون جنرال حظ او توفيق ما كانش موجود بالزبط في هذه الليله او تلك، انما في الاخر انت بقبل فريق في ملعبه صعب جدا جدا فعلا. كل الشواهد قالت كده، فريق صنع للجنوب الجزائري، وما ادراك ما الجنوب، الجنوب في كل العالم يعني فعلا. الحماس والحميه فعلا. يعني الصعيد حتى في ايطاليا سيشيليا او صقليه بالمعنى الدارج هي الجنوب في ايطاليا، كل جنوب له كده طبيعته الخاصه، بعد ما كان جمهور يعني هذه المنطقه منطقه بشار موجود ومقسم على أندية كثيرة جدا هي الكبار طبعا في الدوري الجزائري، أصبح لديه فريق هو يدفع دفع لهذا الفريق أن يقدم على ملعبه الذي لم يفز عليه حتى يعني الكبار المولوديا وغيره وجيتيز أوزو، كل الفرق الكبيرة تتلعثم أمام فعلا. قوة هذا الفريق في ملعب بشار، ولكن يبقى أن الأهلي قادم لهذه المساحة عبر تاريخ وحاضر فعلا. إنما في شوية اجتهاد لتعديل المستقبل الأحمر، ومن ثم إذا سألت أي مواطن كده في عينها شوية يقولك طبعا مش مرضي، طبعا ما ينفعش الأهلي يتعادل مع فريق قادم للبطولة في مرته الأولى، فائز بالدوري الجزائري لمرته الأولى أيضا، لكن ينسوا أن هناك ما يمكن أن يكون أولا العوائق اللي قلنا عليها، ثانيا هذه الحمية يعني الغريبة جدا جدا، بالإضافة أنا ضد حكاية الملعب والجو وضغط الأكسجين، لأن احنا قلنا إنها في كتاب الكرة موجودة يعني، لكن هم برضو يعني كرويا ما أعرفش اتحسبت إزاي، الجانب طبعا المستضيف سبق في العاصمة ثم إلى الملعب النجيل الصناعي، هو مش ملعب ترتان قديم يعني، هو ملعب ترتان النجيل الحديث حديث يعني اللي هو خلط بين هذا وذاك، ولكنه في الآخر مش نفس ضربات الكرة أو زي ما بيقولوا في البلياردو مش نفس إفيهات الكرة يعني، ومش مسألة إنه ده معناه أن يكون الأهلي الشوط الأول غير مقنع لجماهيره ولكل المحللين، غير مقنع، لكن هي أشياء زي ما تقول كده لما تطلع شبورة أو عاصفة ترابية يعني، فبتبدأ تبقى فيه حالة بسرعة جدا لازم تتلافاها، إذا كنت من قائد السيارات المارة بتشغل الفلاشر بتشغل المساحات، هذا ما أنتجه الأهلي في الشوط الثاني، لكن غياب قناص اللي هو مهاجم صريح، غياب الكثير، عودة أجاييه وهو يعني من اللاعبين الحقيقة الذين يجب أن يكون حاضر دايما الشكر ليه، ليه؟ لانه ما بيقلقش بعد اصابه طويله زي اللي قعدها، حسيت باهميته اول ما شفته في الملعب امبارح، مش بس اهميته، حسيت كمان باحترافيه تشبه كده حركه فعلا. انتقال الشحات اللي صح. هي ايه، انت محترف نعم ولكنك محب ايضا يعني، وهذه فعلا. فوارق الحقيقه لما بيبقى لعيب مرتبط ارتباط وثيق بالشعار او بالعلم، لا بيعطي اكثر حتى مع المنتخبات كل وبلاده يعني، وبتلاقي دي بتعمل افضليه فعلا. امبارح
كان متحمس بزياده، قد يكون البعض عندما تم الدفع به لملعب المباراه شاف انه ممكن اجاييه ما يكونش ملتحم وفاعل كما يحدث على الاقل في مباراته الرسميه الاولى وملعب في نجيل كذا ومذا. لكن الحقيقه عوده حميد يؤكد انه لاعب مؤثر جدا. حط صالح جمعه كمان اللوسطى، ناصر ماهر اللي بعتقد ان لاسارتي ما دفعش بيه من بدايه المباراه لانه ارى الحكايه، مش ارى الخطط بتاعت المنافس، ارى الحكايه يعني السيناريو. السيناريو بتاع الفريق المنافس اللي هو ايه، حماس دف دف دف، وبالتالي هو ارى الحكايه. انت مش محتاج لاعب بمهارة وموهبة اللوسطى ناصر ماهر، انت محتاج تسيطر على الرجالة اللي هتنزل دول، ايه يعني بيجروا الجارية جريتين، ومن ثم اخر شوية. هي وجهات نظر في الاخر، لكن الاقدر على تقييمها مين؟ بتبقى الادارة الفنية للفريق طبعا. وبالتالي اعتقد انه هذا العود امبارح بين قد ايه الصناعيه هيبقوا مطلوبين، بين قد ايه ان انتظار جماهير الاهلي مش هيروح يعني كده سدى يعني، لكنه الامال عماله بتزيد مع عود قريب لبعض الغائبين من جهه. واعتقد كمان ان ضبط الايقاع في الجزء الخلفي في خط الظهر تحديدا هو اللي هيرجع كل الضوابط لمكانها. كمان غياب مؤثر لحسام عاشور الحقيقه طبعا، أكيد. خبرات حسام عاشور حتى لو عوضها اجتهاد السوليه ونضجه وحاجات كتيره جدا، لكن في الاخر هناك رصيد من الخبرات. امبارح كريم ندفد علشان يلم نفسه كخبره لا خد وقت كبير لغايه لما بدا يتزن، وده اللي يعني ان الجهاز من بره كان عمال يقول له ما يهمكش في كل المحاولات فعلا. وزمايله بيدفعوا بيه انه انت يعني بيقولوها في الكره ايه، العب لعبك صح. وبالتالي نشط بعد هدف الثوره، ومن ثم اعتقد زي ما بقول لحضرتك انه الاهلي مقبل على انتهاء مرحله تغيير الجلد، انتهاء مرحله ضخ دماء جديده. هيحصل ضبط، شوف النهارده محمد هاني، واعتقد انه المدير الفني لاسارتي هو ده اللي بيدور عليه. شوف محمد هاني حينما بدا يلعب مباراه والثانيه كبديل للكبير قوي احمد فتحي طبعا. بدا يستوي، فهيبقى عندك احمد فتحي ومحمد هاني. تخيل انت قد ايه ارصدتك بتزيد، لانه عند الكبار دايما يا امير مفيش دكه بدلاء، في رصيد في بنك الاحتياط تقدر تجيبه في اي وقت. الجنيه في رصيد بنك الاحتياط مش ب 60 قرش، هو بجنيه زي اللي في جيبك او اللي هو نقول الجيب يعني الملعب يعني. القلق يجب الا يكون يعني هو شعار الاهلاويه في المرحله دي. النقطه بقى اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك فيها، وهل انت شايف ان في تسرع شويه من جمهور الاهلي؟ في تسرع شويه من جمهور الاهلي للحكم على المدير الفني والفريق في ظل الظروف كمان اللي بيمر بيها النادي الاهلي، سواء انتداب لاعبين جدد، عوده بعض المصابين، عدم اكتمال صفوف الفريق، وبعض الكلام الكتير اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي كلها حاجات تاثر على اي فريق في العالم بس مش النادي لكنه الاهلي. قلق، هل في سرعه شويه؟ لكنه قلق مشروع طبيعي جدا، لان جمهور الاهلي متعود ان دايما الاهلي بيكسب. قد يكون قلق متسرع لكنه قلق مشروع. هل القلق ده ممكن يضر بالفريق؟ ده اللي انا عايز اساله. ان زاد عن حده بس، بمعنى انه حتى الان هو قلق متسرع لكنه مشروع. تمام. لن تتحمل جماهير الاهلي هذه الضغوط في حكايه الترتيب في الجدول، مالوش دعوه هو يا رب الفرقه ناقصه 30 لاعب طبعا اكيد تفرقش معاهم، لان هم اتربوا على فكره الاهلي بمن حضر. حضر، ومن ثم مش شايفين اكتر من مساحه الرؤيه بتاعه الجمهور بتاعه المواطن في الجمهوريه الحمراء. حتى لو انت حسبتها هتلاقي ايضا عائله الاهلي، التركيبه اللي يعني عادت بالاهلي لايام خوالي مع الانتخابات الماضيه هي ايضا يتملك البعض منها قلق. لازم تحط جنبه بين خطين كده انه قلق مشروع. تمام. لدرجه ان هم امبارح الناس المواطن العادي بلاش المحللين شايفين ان الشناوي القلق بدا ياثر عليه، محمد الشناوي. فبعد لعبه مثلا يتخيل انه اخطا، وقد يكون اخطا بالفعل، الثانيه يتلعثم وكانه يبدا يعني مرحله جديده، او يلعب للفريق الاول من اول مره وينسى انه دولي وانه لديه الكثير من الطاقات. هو ده اللي لازم تنبه جمهوركم دايما ليه، الا وهو انه هذا هو قد يكون ثمن باهظ لتسرع القلق او القلق
المتسارع. تمام. طيب بمناسبة ان احنا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي، خلينا نروح نشوف في تقرير سريع عن ارائهم في ما بعد مباراة الامس ما بين الاهلي وشبيبة الثورة واللي انتهت بالتعادل الايجابي في دوري ابطال افريقيا وبتحديد الجولة الثانية من دور المجموعات. نروح نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي ونرجع مرة ثانية. يلا بينا. امبارح كان الاداء كان فيه اتزان في الملعب، طبعا ما كانش عندنا مهاجم، وده خلينا نبدا بدانا الشوط الاول شويه متحفظين. تمام. مع نزول ناصر ماهر والتغييرات بتاعه جونر جايه، طبعا كان راجع من اصابه مش هينفع يلعب ماتش كامل، حصل ان الاهلي اختلف اداؤه كتير جدا امبارح، وده واضح في اخر ثلث ساعه من الملعب في المباراه. احنا جبنا جون وكنا هنقدر نجيب الثاني. تمام. الحاجه الوحيده بس اللي كانت امبارح ما زالت هي الاكبر مشكله عند الاهلي، اللي انا خايفه من الاصابات، وده اللي حصل في اصابه وليد سليمان الحمد لله يعني. بس واحده واحده ان شاء الله الاهلي هيرجع. والله احنا متعودين دايما ان الاهلي بره ملعبه وجوه ملعبه الاهلي كبير ويقدر يرجع، ودايما في البطولات الافريقيه في السنين اللي فاتت كنا بنرجع مغلوبين والاهلي بيحقق الفوز هنا، وبنتمنى طبعا يتوج بالبطوله دي، لان كم مره نوصل لقبل النهائي وما يحصلش نصيب. فاللعيبه ان شاء الله قادره، والاهلي هيفضل كبير، الاهلي مصر، الاهلي كل المصريين، هو اللي بيفرح الناس كلها. الاهلي برضو يعني عمل مجهود برضو يعني، ويشكر عليه برضو. بس انا برضو برجع نفس النقطه بكرر، النادي الاهلي بيقدم احسن من كده يعني، ماتشاته كبيره دايما يعني، وعلمنا دايما بنشوف الاهلي مدرسه يعني. اقول لك ايه، شمال افريقيا كلها يعني بيعمل ماتشات جامده جدا، عمل في ماتشات في تونس لو تفتكر، وماتشات يعني جامده في ليبيا، في المغرب، بيعمل ماتشات جامده يعني. والله هو الاداء كان نوعا ما متحسن عن الموسم اللي فات، ولكن انا شايف منتظر اكتر من النادي الاهلي. هي دي اللي احنا بنقول عليها روح الفانيلا الحمراء، وظهرت امبارح وخصوصا من ابناء النادي الاهلي زي هاني محمد، زي محمد هاني قصدي، زي اللي جاب الهدف نيدفيد، كريم نيدفيد. كان في اصرار، كان في اصرار خصوصا في الشوط الثاني بعد ما نزل جونيور اجيري، اتحول الحال بتاعنا اكتر، مسكنا كرة في النص، ابتدينا نعمل هجمات عليهم، ابتدى الفريق الثاني يكش مننا يعني. كنا كويسين جدا الحمد لله برضو على النتيجه، بس كنا نطمع في الفوز. بس معلش في ظل الاصابات والظروف اللي بيمر بها الفريق، مقبول لحد ما نقطه التعادل يعني. طيب يعني اكيد كلام مهم جدا من قبل جماهير النادي الاهلي وارائهم بعد مباراه الامس والتعادل الايجابي ما بين الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. لكن في نفس السياق خلينا اقول لكم خبر مهم جدا، والفرقتين اللي معانا في المجموعه اللي بيلعبوا في هذه اللحظات والمباراه في وقتها الضايع، النتيجه 5-0 لفيتا كلوب الكونغولي. طبعا المباراه بتقام في الكونغو طبعا على ارض فيتا كلوب، وسيمبا التنزاني خسران 5-0، نتيجة كبيرة جدا يا أستاذ عصام أعتقد، وبتدل على مدى قوة فريق فيتا كلوب. النادي الأهلي قدر إنه يفوز عليه هنا في القاهرة بنتيجة 2-0. ما هو ده اللي أنا بقوله لك، ويمكن أنا كنت بسجل وأنت بتكلم جمهورك بعض آراء جمهور الأهلاوي. الأداء يتحسن ولكن ننتظر المزيد، هو ده جمهور الأهلي. مهما قلت له خدنا الدوري يقول لك طب والكاس، طب خدنا الدوري والكاس يقول لك طب وافريقيا حقهم، طب وكاس العالم، تربوا على هذا فعلا. واحد كمان لما بيقول الفريق يتحسن بس عشان دي روح الفانيلا الحمراء، يعني هو عنده اسباب كثيره جدا يطمع ويطمح صح. ان الاهلي قادم بسببها الفنيات، الكباره، الامكانيات، الملاءه، الفكر الذي يدير، وايضا ان هناك حاجه خاصه بيه كده هو مسميها ايه، روح الفانيلا الحمراء. عندك كمان فكره ان انت بتطمع في الفوز، تعادلنا رغم الظروف، الراجل قال كده، لكن كنا نطمع في الفوز، اللي هو ايه، هو شايف انه ده طبيعي جدا زي ما انت قلت. وبالتالي انت النهارده وانت بتقول اهو دلوقتي انه فيتا كلوب متقدم بخمس اهداف في الوقت بقى ضايع خلاص يعني، اوشكت على الانتهاء حسب تقديري، وده يبين انه لا برضه للاهلي شكل اخر بيعود
مش بالنسبه للجمهور عايزها، لان مفيش في الكره كده، مفيش على طول حاجه يعني ترجع بالقوه على بيك يعني طبعا. لا كمان ده تدريجي اكيد. ايوه وانت خاصه وانت تبني مفيش مبنى بيطلع كده، ده انت بتحط الطوب لازم ينشف تطلع الدور الاول وتبني عليه الباقي. هي بتحصل كل سنوات، انما جمهور الاهلي كان ممكن نشاركه كقريبين من بواطن الامور في فرع كره القدم عموما مش بس النادي الاهلي، كنا نشارك الناس لو دي مرحله بقالها موسمين ثلاثه. لكن ان تكون يا مرحله مجبر اخاك لا بطل، تسلمت وانت تتسلم، كانت الاعمار بدات تروح مناحي اخرى، احتجت لتغييرات شامله، اسعار فجاه التهبت حولك، كنت تبحث عما وصلت اليه، الان تسمع عن نجوم بقيادة طبعا حسين الشحات وغيره، لكن ملمح حسين الشحات لأنه هو اعترف بنفسه غير مرة أنه إلى جانب الاحتراف وما يمكن أن يكون دخله، وهذا حق كل لاعب كرة قدم، لكنه قال كمان أنا أكثر ارتباط بالأهلي. في كلام مع النجوم حتى محترفين عرب يعني، عندما تم الحديث معهم عبر وكلاء قالوا طب يا ريت لو في الأهلي يعني، بمعنى أنه الحالة تكتمل، الحالة الحمراء تكتمل. طيب يعني خليني أقول لكم ترتيب المجموعة كده، يعني بعد نتيجة فريق فيتا كلوب واللي فايز حتى هذه اللحظة 5-0، مباراة يعني أعتقد في الدقيقة الثالثة أو الرابعة من الوقت الضايع يعني خلاص بتخلص، النادي الأهلي كده بتصدر هذه المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وفيتا كلوب بيحتل المركز الثاني بعد فوزه النهاردة على فريق سيمبا التنزاني اللي أصلا عنده 3 نقاط بعد ما قدر انه يفوز في الجوله الاولى على فريق شبيبه الثوره الجزائري، فبالتالي فيتا كلوب المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الاهداف والمواجهات المباشره كمان مع سيمبا التنزاني اللي في المركز الثالث برصيد ايضا 3 نقاط والمركز الاخير فريق شبيبه الثوره الجزائري. اعتقد المجموعه صعبه على فكره، مجموعه صعبه استاذ احمد. طبعا اللي هيروح للفرقه دي ملعبها هيبقى في موقف صعب يعني، بتشبهنا كده بالمحله زمان والمنصوره طيب. وايام كان اللي بيروح كده الاماكن دي ايام كمان عاشتها اسوان في الجنوب والمنيا الحقيقه يعني، وفريق بني سويف. لا في فرق كده لديها في ملاعبها في بلدانها كمان مش بس الاستاد يعني بتاعه، لا لديها حاله ثانيه يعني. المطلوب من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، واحنا كنا بنتكلم عن الجماهير وسمعنا كمان ارائهم من خلال التقرير السابق، من وجهه نظر حضرتك ايه اللي مطلوب من قبل جمهور النادي الاهلي خلال المرحله الهامه جدا المقبله بالنسبه للفريق اللي بينافس في بطولتين في وقت واحد، بطوله مضغوطه اللي هي بطوله دوري ابطال افريقيا وكمان بطوله الدوري العام المصري، واللي الاهلي محتاج انه يفوز بشكل كبير جدا عشان يعود للمنافسه. هو مش هنقدر نقول لجمهور الاهلي احنا بنقول لك علشان الاهلي مشارك في بطوله واثنين وثلاثه، لكن احنا بنقول له ان هذا هو الاهلي، انت بتتميز دايما بثقتك في فريقك، السربعه والتسرع دي كانت تنفع مع جيل بعد يعني، انت ممكن الفرقه بعد ما تضبط ادوات المراكز مش النجوم ولا المواهب بالزبط. فاصبح الان لدى الاهلي فريقين يتسارعوا على اللي يبدا اي مباراه، شريطه طبعا اكتمال الشفاء والاستشفاء، وقتها بقى انت تتسرع يبقى من حقك اذا ما كان الاداء غير مطمن، اذا ما كانت النتائج على غير ما تتوقع، لكن الان انت شاركت في صناعه البرنامج الجديد للاهلي وهو عائله الاهلي، وشفنا وبعدها تاني شفنا قد ايه جمهور الاهلي كان على بوابات النادي وفرض جمله عبقريه وقتها، انا شريكك بيقول له عضو الجمعيه صح، اختر معي واختر معك، وبالتالي مارس بقى دورك مش بس كمحب ومشجع، كعنصر فاعل في عائلة الأهلي، عنصر أساسي، مزيد من التشجيع، مزيد من القناعة لأنها بتنقل للاعبين على فكرة والجمهور منه القدامى يعني عارفين ده، وميزة الجمهور في مصر وفي بلدان كثيرة طبعا، لكن احنا عشان الحرارة زي أمريكا اللاتينية كده، حرارة الحب والوفاء، دايما الجمهور بيعلم بعض يعني، تلاقي كده في واحد كبير وشبان يقولوا له يا عم امير عاجبك كده، يقول لهم اسمعوا بس يا شباب الاهلي كذا، او لو الزمالك يقول لهم اسمعوا يا شباب الزمالك صح، لا ما احنا ياما شفنا ايام مش عارف ايه، وبالتالي خدوا هذه العادات واسالوا اهل التشجيع يعني، وهيقول لك انه دي فترات اكثر ما يمكن ان يطلق عليها هي فترات عابره، تقلق لو ان العقد، وانا بقولها تاني، في المراكز مش في المواهب ولا في الاستقدامات والاستقطابات ولا عقود جديده لنجوم، لا في
الوجود في مركزه مش كأنه يعني هنا لو تسرعت محدش يقدر يقول لك حاجة، لو خدت على خاطرك محدش يقدر يقول لك حاجة. لكن وتندسيب في التحكيم ده منطق بقاله 5 سنين للحكام اللي هو انتظر وشاهد صح وخد القرار. طيب من وجهة نظر حضرتك، هل الفترة الصغيرة جدا اللي هتتلعب فيها بطولة دوري أبطال أفريقيا يزيد من صعوبة هذه البطولة؟ يعني السنوات اللي فاتت البطولة كانت تاخد وقت أكبر من كده، السنة دي البطولة مضغوطة شوية، هتخلص في آخر 5 أو أول 6 بالتحديد، هل ده يزيد من صعوبة البطولة؟ أكل لا يمكن انه الكبار يبقى لديهم شكاوى خاصه. يعني بص، الاهلي لاسباب يعني عارف ايه اسمها الاصابات، يعني ما تقدرش تقول انها اسباب فنيه فعلا. ولا هروب من المسؤوليه ولا عدم تقدير للحظه ولا سوء اختيار للنجوم، هي اصابات. قد يكون هناك حاجه للتحديث، وانا بقولها تاني، في ما هو العلاج والطب والدواء والبدني، وانه الاهلي ما اعلمه وحضرتك عارف انه هناك تجديد وهيبقى فيه يعني في مستشفى، لا تحديث غير عادي يعني يستحقه الاهلي، بدءا من ارضيه الملعب مرورا بكل الادوات حول استاد التتش العظيم. وبالتالي اعتقد انه ده قادم لا محاله، وانه كمان ما عادش فيها يعني ما يمكن ان يكون مخاوف. البطوله على الكل، وإن كان طبعا ضغطها يؤثر بس على الكل، هي بس جاية مع الأهلي في مرحلة زي ما قلنا التطوير وتجديد الدماء، عشان كده هنا النسب بقى قد يتأثر أكثر من الفريق المستقر. الأهلي المستقر ما كان أصلا ليذهب صوب فكرة هل تؤثر، يعني حتى فكرة السؤال، فكرة وضع هل في البداية، لكن الآن طبعا لابد أنها تتحط هل يؤثر، لكن الإجابة لن يتأثر الأهلي، لأنه مزيد من الأيام مزيد من الوقت يساوي عود حميد لمصابين كثر ومن هم تحت الاستشفاء، وصفقة كمان جديدة احتمال بنسبة كبيرة. يعني يلا فرح جمهورك، بنحب نحاول نقول طبعا يعني حاجات جديدة بنسبة لجمهور النادي الأهلي. لكن بما أننا بنتكلم على ملف الإصابات يا أستاذ عصام، هل عودة المصابين خلال الفترة اللي جاية هيكون إضافة قوية وهيدي أريحية بشكل أو بآخر بالنسبة للجهاز الفني لاختيار العناصر المناسبة بالنسبة له في التشكيل، وأنت عندك لعيبة كلهم مميزين من اللي متواجدين دلوقتي في قائمة الإصابات؟ يعني هي دي مش محتاجة يعني إن احنا نحللها، لأن هي محللة نفسها. عودة المصابين تعني، وأنا مصر، عودة المراكز، لأنه الكل تم اختياره بعناية، وكمان كل اللاعبين اللي الجهاز الجديد شافهم وشاف ان هم تحت الطلب ان هم يستطيعوا تمثيل الاهلي، لكن في ما هو خطط طموحه تكتيك طريقه الراجل هيتعامل بيها مش هيقدر يعني، وفيهم حقوقهم في المشاركه، عشان كده بدا يسمح طبعا. وانت كمراقب وتعمل في قناه النادي الاهلي شايف بدا يسمح بفكره الاعاره فعلا. ليه؟ لأنه هو شايف أنه أمير اللي جاي، وبالتالي مش هقعده جنبي بس علشان يطلع مسجل، أنا عايزه يتعلم اللايف صح. أنا عايزه ما يهبش اللايف، أنا عايزه يطلع على طول يقولوا له أمير 3-2-1 أونلاين يلا بينا. وبالتالي لا طبعا في أوقات وأنا بعتبرها قصيرة جدا هتعدي، فتعود الفرقة الحمراء لكامل عهدها وتفوز بكامل ثقة الجميع. الراجل كمان واضح أنه هو مدير فني زي ما قلت لك مرة لو أنت فاكر، لا من كوكب ينفع معانا، من تمام. شريحة صح. معلومة، لدي اسم، لدي طموح في تجربة أفريقية، هو كمان من بنات الدول التي تلعب بالروح، يعني مزيد من الضغط مزيد من الهجوم زي ما شفنا مع المكسيكي أجيري كده، وبدء تطويره في منتخب مصر نحو كرة هجومية، اعترافا منه بأنه معاه فريق أكبر، دي بتزيد بقى مساحة ثقة المدير الفني، اعترافا مني أن ده النادي الأهلي مش أي فريق آخر، لا أنا بتعامل بكبارة هذا النادي وإمكانياته. ومن ثم أعتقد أنه ببساطة شديدة تقدر تقول لجمهور الأهلي القادم أفضل يعني لا محالة، عارف ما فيهاش تفكيرين يعني. طب من خلال رؤية حضرتك كده، الأسباب اللي أدت للعدد والكم الهائل من الإصابات في صفوف النادي الأهلي، هل هي أسباب متعلقة ببداية فترة الإعداد ممكن ما تكونش مناسبة أو بالشكل المناسب والأنسب لفريق كبير بحجم النادي الأهلي، أو هو سوء حظ بيصادف الفريق خلال الفترة دي؟ لا شوف، قد يكون سوء الحظ في العدد،
او في انه حد لسه راجع في نقاها مثلا فكاحله كان عنده سبرين انكل زي بيقولوا او التواء في انكله او كاحله، ممكن بقى اي لويه من غير سبب دي اللي تقول عليها سوء توفيق او سوء بخت يعني. لكن في الاخر هي قدره الله يعني، ما دام مش في العمل لكن علينا ان نعمل اولا. وبالتالي عجبني جمله لمستر اللاسراتي لما قال ساشكك في كل الاشياء. وانا لما قعدت اشرحها لبعض اللي بيسالونا يعني يعني ايه يعني، قلت لهم لا يعني هم الترجمه بتفرض على اللغه يعني بعض الحاجات اللي محتاجه بقى ان احنا بعد ما نترجمها من لغه للغه نترجمها ايضا للعاميه يعني. يعني قال مثلا اذا كان لدي مؤهل شغلته يجري الناس 30 متر انا اشوف ال 30 متر دول صح ولا هم 35 لما تمام. يرجع للاصل. طيب قال 30 متر بسرعه ولا ببطء؟ طب قال 30 متر كم مره في اليوم؟ ومن ثم راح على طول في يومه الاول حتى للاجهزه، هل هذه هي الاجهزه التي يجب ان تكون موجوده ام هناك جديد لم يحدث ان اتى الى النادي الاهلي وربما الى مصر؟ احنا في عهود كثيره كنا بنشوف اجهزه مع الاجهزه الطبيه في النادي الاهلي، وكان مره الكابتن جوهري رحمه الله كان جايب جهاز كده خاص بيه هو، كانت الناس كلها عشان تعمل سونار حاجه كده كان هو مستخدمه معاه لانه لم يكن حتى وصل للمحروسه العظيمه دي يعني في احدى جولاته في اوروبا جابه. الاهلي بقى هو صياد الحاجات دي، الاهلي هو من يبدا دائما الخطوه الاولى في اي نقله نوعيه، ومن ثم الراجل هنا هيعمل الحاله اللي بقول لك عليها دي. عشان كده كمان كان واضح لما قال او حتى عبر مساعدينه انه المخطط البدني والاحمال هو برنامج لثلاث شهور لتسعين يوم صح. يعني ما قالش ان هناك انقلاب على الموجود حاليا حتى وان كان يحتاج تغيير، لكن ليس هو المتهم الاول او السبب الاول، بمعنى انه حتى شغلنا احنا البدني فريق عمله ما يبانش بعد اسبوع ولا 10 ايام حضرات. يا حضرات دي برامج تعد على مدار عمل 90 يوم ثم تظهر النتائج. بالظبط. الحقيقه ده مهم جدا خاصه لما يبقى بيشتغل مع اداره ما بتتدخلش. يعني كم خاطبه الجمهور والاعلام المجلس الحالي عن ضروره تغيير الجهاز الطبي او حتى المعدين البدنيين لكنه لم يكن يتدخل، كان دايما يشوط الكره فين؟ في ملعب صاحبها يعني يوديها للاداره الفنيه. طب راي حضرتك ايه في الاصوات اللي بتنادي سواء بتغيير طبيب الفريق واللي في اعتقادي الشخصي يعني ان هو ملوش ذنب في الاصابات دي لان الراجل ده بيعالج مش بيعور او بيجيب اصابه للاعبين، وكمان في تغيير المعد البدني زي ما شفنا ليندمان تم تغييره من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، راي حضرتك ايه في الجزئيه دي والكلام اللي بيتردد بالتحديد؟ ما احنا انت يعني انت اجزمت بشيء هو حقيقه جدا بره اعتقادك حتى واعتقادي. الطبيب يعالج او يشخص بالظبط يعني انا اقف فيقول لي كسر ولا شرخ عبر ادوات بقى مساعده صح اشاعه تحليل كذا، لكن هل هناك اشياء اخرى؟ ما هو ده اللي بقوله لك لاسارتي قال ساشكك في كل الادوات. الادوات دي من ضمنها ارضيه مش بس في استاد التتش في ملاعب مباريات لا تصلح يا صديقي، ده كلام حقيقي وانا بقول تعظيم سلام للدوله المصريه لانها انجزت الان شركه وطنيه جديده براس مال وطني اسمها استادات. شغلتها ان تتحول ارضيات الملاعب قبل اجسام الاستادات. على فكره اجسام الاستادات بتاعتنا يا دوبك شويه ازاز انا يعني والله العظيم ما ببسطها وتبقى زي المولز كده زينا زي اي حد امير، لكن عندنا ديفو خطير رغم ان من يعملون عليه ابطال. ليه؟ المهندس والعامل وعم حسن او حسني او حسنين اللي هو الجنيني العظيم ده بيخلقوا من نجيله عاديه ملعب كوره. طيب نرجع نتكلم بالتالي كل هذه الادوات يجب ان تكون تحت المراجعه زي ما قلت لك من نجيل الملعب من نوعية التربة اللي نجيل الملعب هيتحط فوقيها للسيستم في الجيم ثم الأدوات بقى اللي هي المعالج والخبير البدني صح التعبير، كل واحد نشوف مؤهله ايه شهادته ايه تشغله هنا ولا لا، أما فكرة التغيير للتغيير لن تأتي صح. بجديد. طيب ده جزء مهم جدا وملف مهم جدا هنستفيد في الحديث عنه خلال الحلقه، لكن خلينا في الاول نروح نشوف اراء الجماهير في الاصابات بشكل عام خلال الفتره دي في الدوري المصري والبطولات المصريه كلها بشكل عام مش بس في النادي الاهلي، نروح نشوف هيقولوا ايه ونرجع مره ثانيه.
التصويبات الموجودة في الدوري حاليا طبعا خطأ في الأحمال وخطأ مثلا في التأهيل بعد الرجوع من الإصابات من أخصائي التأهيل الموجود طبعا وعدم الانتظام في النوم والمواعيد والتدريب والحاجات ديت وأحمال زيادة عن العضلات الموجودة في جسم اللعيبة فبتأدي لأخطاء. والله سبب الإصابات بسبب ضغط المباريات وبسبب إن الأهلي لسه طالع من أفريقيا مع بطولة تانية فهو ده السبب في إصابات اللعيبة ضغط مباريات ورا بعض مفيش راحة وفي منتخب مصر داخل على أمم أفريقيا والأهلي كان في كذا بطولة فهو ده سبب الإصابات. والله السبب حضرتك ملاش دعوة بالطبيب ده، الطبيب ده ممكن يرجع السبب لفترة الإصابة، يعني مثلا ممكن الطبيب يقول لفترة الإصابة هتبقى شهرين لو كانت ثلاث شهور يبقى كده سبب الطبيب، لكن فترة الإصابات الكتير دي سببها الملعب أو التأهيل، ممكن اللاعب يكون بيتأهل غلط فبينزل في ميعاد مش مناسب، دي هي سبب الإصابات، ممكن الأحمال البدنية زائدة بس مش أكتر. والله حضرتك يعني الواحد مش محتار بس أكيد الجهاز الطبي في حاجة. مش معقولة أبدا بالطريقة دي إصابات ويخف ويرجع تاني إصابات يعني في حاجة. طيب يعني كلام أكيد مهم من الجماهير عن الإصابات والواضح من خلال أرائهم أن الطبيب مش هو السبب في الإصابات دايما، ممكن يكون المعد البدني، عشان بتكلم عن النادي بالتحديد على فكرة بتكلم بشكل عام عن الإصابات، ممكن تكون أرضية الملاعب ودي حقيقة وفعلا الأستاذ عصام شلتوت ضيفنا العزيز النهاردة اتكلم في الجزئية دي بالتحديد، وأرضية الملاعب عندنا في مصر بشكل عام صعبة جدا وبتؤدي الإصابات بشكل أو بآخر، مش بس إصابات عضلية لا إصابات كمان بتكون مؤثرة زي الرباط الصليبي الغضروف الكلام من ده كله بيبقى بسبب أرضية الملاعب وكلها في الآخر أقدار، لكن الأهم إن احنا نتفادى الوقوع في هذه الإصابات من خلال تطوير المنظومة الطبية، تطوير الملاعب، تطوير كل ما هو يتعلق بكرة القدم وكل ما يساعد اللاعب في تأدية واجبه ودوره ومهاراته بالشكل الجيد والمطلوب. جزئية أخرى عايز أتكلم مع حضرتك فيها يا أستاذ عصام وهي الصفقات بالنسبة للنادي الأهلي. البعض بيتكلم على إن دلوقتي أنا لسه جايب لعيب جديد المفروض أول ما يلعب أشوف المهارات بتاعته القدرات بتاعته الراجل ده هيفرق معايا بالشكل الكبير، هل ده فعلا حقيقي مطلوب؟ ولا بياخد وقت؟ مطلوب بنسبة. أه. لما تدخل على قلنا جسد مكتمل أو عمارة البلكونات بتاعتها موجودة والشبابيك موجودة، فلما تجيب موظف جديد عشان الأسانسير فهتلاقيه بقى لهلوبة بسرعة. إنما ما يبقاش أنت جايب لاعبين زي ما قلنا يملكوا أعلى أفضليات فعلا بين أقرانهم، لكن هناك مراكز غائبة، فتقول لي يعني مثلا ليه محمد محمود يلعب فرود النهاردة وتقول لصالح جمعة خليك جناح أيسر بينما هو جناح أيمن وتقول للوسطى ناصر أنت كنت بتلعب نمرة 9 أرجع نمرة 7 مثلا، وبالتالي هو ده بس فارق التفكير بين من يحلل بعمق وهذا المحب الأهلاوي اللي شايف انه جاب الافضل. يا سيدي حقيقي انت جبت الافضل، اسمع من حولك، راقب، ركز، اسمع اراء المحللين واهل يعني الخبره يعني بره مصر قبل جوه مصر، لكن لو اتضبط الاداء هتشعر بقى بحلو ما تريد ان تاخذه من النجوم الغوالي دول. انا عايز بس اقول لك انه الناس في التقرير بتقرب جنب الحكايه وترجع، يعني هناك حالة تعاطف بعد ما بقى في معلومات ان الدكتور خالد محمود هو ماله، وكأنك لسه بتدور على هو ايه قبل ايه الدكتور بيعالج، يعني شوف بيخلوك ترجع للأبجديات اللي هو ألف به خلاص مش محتاجة شرح، لكن يقولك ان الطبيب يعالج او يشخص، وبالتالي اذا الدروب ننقل بقى على الخطوة اللي بعدها. انما هو اللي لازم يتراجع، وتاني انا بقولك حاطط 100 خط فعلا تحت كلمة لاسارتي انه عاوز الاهلي الذي عرف عنه الكثير مش سامع، الراجل بيقول لك عرفت عنه الكثير يعني راجع وقرأ واطلع وشاهد، يعود لاعلى درجات الاحترافية، ومن ثم لا اعتقد مثلا انه محمد محمود يغيب بسبب الرباط الصليبي شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة، لكن اعتقد انه ده اوان في النادي الاهلي ان نعرف اي نجم ها عالمي بمعنى الكلمه عندما يداهمه الرباط الصليبي يعود بعد كام يوم ونقيس هنا بقى نشوف لاعبنا لعيب المصري هيرجع في نفس الزمن ولا لا. بين هذا وذاك ايه بقى؟ انه لو مش هيرجع يبقى في ادوات ناقصه نجيبها، لو مش هيرجع يبقى في طب نسافر له، لو مش هيرجع يبقى في معد نجيبه،
وبالتالي هي دي المنظومة اللي هتكمل عقد الكرة المصرية كاملة. لكن هي الناس بس الأهلوية دايما كان ضمن عزها بالأهلي ان هو اللي بيبدأ، وبالتالي لو رصدنا إصابة زي ما قلنا في نجم كل الناس حبته زي محمد محمود لازم نعرف المقاييس العالمية بتقول العودة بعد صليبي وغضروف خلال قد ايه المنظومة العالمية، ونشوف هتتطبق مع نجم الأهلي الجديد ولا لا. الكلام اللي اتقال الجزء اللي كنت بعلق بيه على اللي فات يعني قبل سؤالك، اتفضل. طيب الكلام اللي اتقال بالتحديد على اصابه محمد محمود بعد الكشف والاشعه وكل حاجه من قبل الطبيب الالماني اللي هيجري الجراحه لمحمد محمود اللي بنتمنى له في الحياه الشفاء سريعا، لاعب مهم وكان من اهم الصفقات النادي الاهلي ابرمها، قال ان المده هتكون ما بين 6 ل 8 شهور علشان يرجع اللاعب للملعب. من تاريخ طبعا اجراء الجراحه هيتبقى المده يا استاذ عصام من 6 ل 8 شهور، وان شاء الله نتمنى له الشفاء السريع. يبقى كده مسكت حاجه تقدر تكلم الناس بيها فعلا. ألا وهي أنك كده بتتكلم على مقاييس إيه دولية، يبقى لا هي بالعربي ولا بالمصري ولا بالألماني، أنت راجع للقياس على دولي يعني ده اللي في المنظومة، ده اللي في الكتاب. إذن هنا بقى من الناس ما تقولش مين وفين وسبب، لا تقول أنه لدينا ما يمكن أن يكون جديد بالضبط. طيب بالنسبة للصفقات بقى، أنا كنت سألت حضرتك إمتى نقدر نقيم الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي؟ قول لي على صفقه بقى، استاذنك يعني اخد منك المايك ثانيه. قول لي على صفقه فيها يعني لبس بالنسبه لجماهير الكره عموما، مش بس جمهور الاهلي. الاهلي اختار الافضل والانسب، قد يكون ينقصه ظهير ثالث اضافي، لكن لا اعتقد انه لازم يكون محترف بقى المره دي، لانه خلاص انت كده بقى ينقصك كمان راس حربه، لكن ما دون ذلك ما اعتقدش انه في، عشان نخرج بس من حكايه كانه يعني مش عشان ما فيش خالص، في مروان وفي صلاح محسن، لكن انا بتكلم على الراجل طبعا، وفي عمرو جمال هيتم قيده يعني لو تم قيد الغزالي. الحقيقه لا، هو كان من سكان البرج العالي كراس حربه بقى، اللي هو راس حربه يعني اول ما يصحى الصبح يسلموا عليه يقولوا روح وانت راس حربه. هذا ما ينقص كباره في فريق الاهلي، مش فكره انه ما عندوش، لا انه لو هتتكلم اتكلم اما بقيد او اعاده او استعاده عمرو جمال وازارو لكامل مستواهم ووجود ظهير ثالث اضافي، ظهير ثالث اضافي غير كده الاهلي. بس عارف اللي احنا بنقوله ده معناه ايه؟ معناه ان الاهلي كده الامن الكروي مستتب فيها على مدار من 5 ل6 مواسم على فكره يعني، اذا ما وضعنا في الاعتبار ايضا الذخيره بقى، مش بقى الرصيد، لا الذخيره فين؟ الذخيره في المخازن، المخازن يعني الاعاره، ده لسه اللي بيلعبوا عندك تحت السد. تمام. الظهير الثالث اللي حضرتك بتقول ممكن يكون موجود، ده هيبقى موجود بنسبه 90% في شهر يناير، يعني في احتماليه وفي مفاوضات متقدمه مع احد اللاعبين المهمين جدا، يعني ايام قليله، الايام القليله القادمه. انت خلاص ناقص لك كام يوم على، لا ده انا عايزك تفرح جمهورك، يعني 12 يوم تقريبا على انتهاء شهر يناير، وارد بنسبه ما ان النادي الاهلي يضم لعيب مهم جدا في خط الدفاع ان شاء الله. خليني اقول لكم خبر مهم، نخرج بره سياق الحديث سريعا يا استاذ عصام، وان رجال كره السله بالنادي الاهلي قدروا ان هم يفوزوا على فريق طلائع الجيش في دوري سوبر الرجال بنتيجه 66-63، صح النتيجه يا جماعه انا بقولها كده؟ 66-63 في مباراة كانت قوية جدا، كده بيحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب هذه البطولة. المباراة المقبلة إن شاء الله هتكون أمام نادي الزمالك، هتبقى مباراة قوية جدا وهتكون في قمة الجولة الرابعة إن شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي، واللي في الحقيقة بيحققوا بطولات كتير، نتمنى لهم إن شاء الله الاستمرارية. طيب اتكلمنا عن الصفقات، اتكلمنا عن الإصابات، لكن بالتحديد عايز اقفل ملف البطولة الأفريقية. هل النادي الأهلي محظوظ ان البطولة الأفريقية اتلعبت بسرعة بعد ما خسرت بطولتين ورا بعض، سواء نهائي امام الوداد، نهائي امام الترجي، دخلت في بطولة سريعة جدا تقدر تعوض جمهور النادي الأهلي سريعا من خلال البطولة دي؟ يعني تقصد ما تخليش ايام الايام الزعل تبقى طويلة يعني يعني لو افترضنا ده، بس ما هو نفس جنبا الى جنب، لو كان الاهلي برضو خد نفسه والانتدابات دي جت ولعبت شويه في الدوري، صح ولا لا؟ صح. على شويه ودي على كذا وماذا، كنت هتلاقي برضو افضليه، لكن طبعا هي الافيه اللطيف في كده ان انا ايه يعني جاءتك حتى تؤكد
تأكد لجماهيرك ولنفسك ان انت مش من سكان يعني الخسائر المتوالية يعني. وبالتالي ايام الاسى تمر او ايام يعني التوشح بملابس الحداد تنتهي سريعا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هو ده اللي يخلينا ناخدها باللطف اللي انت قلته. بالظبط يعني ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطولة الهامة جدا جدا بالنسبة له واللي مفتقدها لاكثر من 5 مواسم وده عدد كبير بالنسبة لكل جمهور النادي الاهلي. نروح لملف اخر، بطولة الدوري المصري. هل المنافسة لسه موجودة في ظل يعني المباريات المؤجلة بالنسبة للنادي الأهلي؟ لو قدر أنه يفوز فيها يعود للمنافسة مع فريقين جيدين جدا صراحة السنة دي، سواء نادي الزمالك أو فريق بيراميدز، لسه البطولة في الملعب من وجهة نظر حضرتك؟ شوف، أول ما تقول الأهلي والزمالك يبقى البطولة في الملعب. كويس. بصراحة شديد هم قطبي الكرة المصرية، هم كلاسيكو الكرة المصرية والعربية والأفريقية، هم الديربي الأهم. أعتقد أنه الديربي المصري معدود، يمكن 9 أو 10 في العالم. بالظبط، هو رقم فتره من الفترات كان رقم 10 على مستوى العالم، اعتقد ممكن يكون تقدم او تاخر قليلا يعني يظل هو من اكبر الدربيات معدود يعني طبعا. ما انت بلدان قد ايه بتلعب كوره ولديها دربيات يعني صح. ومن ثم قدام الاهلي والزمالك لا تستطيع الا ان تؤكد ان الدوري في الملعب، اذا كانت الجمله دي يعني حاصله فهي حاصله على مدار سنوات الدوري الكل. بالزبط. او حتى سنوات لعب كره القدم في المحروسة منذ بدء فعاليات كرة القدم. وبالتالي السؤال الجزء الأول منه، الدوري في الملعب، طبعا الدوري في الملعب. المنافسة شرسة شرسة جدا. الزمالك لديه فريق مكتمل العناصر، بيراميدز فريق غني فبالتالي جلب الكثير من الانتدابات صح. واشترى عقود نجوم سوبر جدا جدا جدا. إنما في الآخر الحكاية في الآخر بقيتها لم يكتمل بعد. عودة الجمهور هتفرق كتير مع النادي الأهلي. كويس. كويس. في مواجهة بيراميدز. ليه؟ لأنه أنت تتعامل مع الأفضل، ولكن لا تتعامل مع أنك فريق جماهيري. الزمالك لديه ما لدى الأهلي بنسبة ماشي، لكن لديه ما لدى الأهلي. طبعا. نجوم من ناحية، جمهور من ناحية. أكيد. إذن أنا بقول ده ليه؟ علشان هذه التجربة الغنية بفريق تقديراته المالية عالية جدا جدا جدا، لكنه لا يملك نفس حظوظ الأهلي والزمالك في الجماهيرية. ده هيبان ازاي؟ هيبان بتوالي المباريات. كل ما المسابقة، عارف لما تطلع على الطريق كده مصر اسكندرية، كل ما تقرب من الماستر هتشوف حاجات، كل ما تبعد كمان هتشوف يعني العربيات فعلا. مين اللي هيقدر يواصل الطريق، مش بس يوصل للنهاية، لا، وانت راكب كده تشعر انه دي سيارة فارهة والاخرى سيارة قد تكون لديها نفس المؤهلات ولكنها ليست بنفس الفراهة بتاعت اهل النجوم وفي نفس الوقت الجماهيرية. بطولة الأمم الأفريقية ممكن تساعد في عودة الجماهير بشكل قوي، رغم للأسف اللي شفناه امبارح في مباراة الإسماعيلي والأفريقي حاجة ما كناش نتمناها إطلاقا، لكن شوف يعني ممكن البطولة ترجع الجماهير، بطولة الأمم الأفريقية ترجع الجماهير للملاعب بشكل جيد. زي ما كناش نتمنى نشوف المشهد ده، وزي ما لازم نقول لجماهير الإسماعيلي أن الإسماعيلي منذ فترة طويلة انهزم فنيا كثيرا فعلا. واداريا متراجع جدا، عشان لو هم ناس بيحبوا بلدهم وبيحبوا كره بلدهم الصغيره اسماعيليه لازم يعرفوا انه مهما كان حجم الظلم ما كان يجب الخروج، خاصه ان هناك شوائب. خلي بالك امبارح الطاقم كان كاميروني والمراقب كان جنوب افريقي. في الكره في كده، اقول لك في كده، انت تعطي الفرصه لمن امامك، لكن هم اللي غلطين ولا احنا لانه ما كان يجب ان يحدث هذا المشهد بالمره وانت داخل على كاس امم، وانت قدامك على فكره قصه التصويت لمصر ما انتهتش بالمناسبه، والجمهور الاهلي ما انتهتش. بمعنى ايه؟ طبعا هناك الكثير من الالتماسات قدمت من من لا يريد لهذا البلد المزيد من الامن والامان والاستقرار. عشان كده امبارح تعظيم سلام للامن المصري طبعا، تعامل طبعاً. بحنكه السنين كل ما طلبه الحكم وفره له فعلا. لو قال له اخلي المدرج كان اخلى المدرج، لو قال له كذا كذا، طب خلينا 1-1 2-2 وبالتالي لماذا تترك قدرك في يد غيرك؟ افريقيا ب 16 صوت يعتبروا ببلاش. ليه؟ لان ليبيريا ما عندهاش خارجه غير جنوب افريقيا، هي وناميبيا وبتسوان اعتقد على الخريطه، وبالتالي هم شركاء ما فيش فايده يعني. نيجيريا اللي حاجه بتصوتها لانه الراجل اللي يملك الصوت عضو المكتب التنفيذي كان قد اكد، والبطوله لسه الملاعب بتستعد في الكاميرا، قال لك
كنت اتمنى انها تكون في مصر. هو الراجل بيقول مع اصحابه من سنه ونص يمكن بحسب معلوماتي يعني، ثم يفاجأ بسحبها من الكاميرون، ثم اعتذار اشقاء المغاربه اللي اتقال في مصر والحمد لله كالعاده لو باصبع مغربي مش هندخل، مش بقى انه يقولوا عايزينها لو اشاره باصبع مغربي. طيب. ثم جنوب افريقيا تدخل الحكايه، فانت تاخد ال 16 صوت او كامل التصويت. طيب. يبقى يسيبوك ازاي؟ لكن انت بقى هتديهم ادوات يا مواطن انهم يقولوا شايفين في ايه؟ ما تساعدهمش على كده. هنستفيد في الحديث عن بطوله الامم الافريقيه، لكن عايز اتكلم او انهي ملف بطوله الدوري الاول يا استاذ عصام، وعايز اعرف تقييمك للبطوله بشكل عام، بطوله الدوري. شوف، ينقصها الجماهير بصراحه. حجم الانتدابات وحجم الطموحات وحجم المنافسات ازداد بشكل جميل جدا جدا. طبعا لما يبقى عندك طموحك في مصر الجديده اللي احنا شغالين على هذا الملف كله في مكانه من 2013 حتى الان، ملفات تنميه في الرياضه والصناعه والزراعه قدر المستطاع يا سيدي، عشان ما حدش يقول احنا بنقوله خلاص. فلما يبقى طموحك كره محترفه 100% في الاداره، يبقى ينقصنا زي ما قلنا فكره الملعب الاخضر والجمهور يعود. صدقني الدوري ده سيعود للصداره. عشان كده في ناس كتير ما بتحبش ده لمصر، عشان تفضل هي فيرب اتر اللي هو فعل مساعد في اللغه الفرنسيه. أيوة. عشان يفضل هو عامل فيها يعني ان هو يعني لا انا بحاول معاك. تحاول معايا في ايه؟ احنا مصر ياما مش حاولنا، ياما قدمنا وسنقدم وبنقدم حتى واحنا في أعطى الأوقات لبناء جديد لمستقبل أفضل إن شاء الله. ومع شاء ذلك أعتقد إن احنا ينقصنا بس إن الجمهور يصدق نفسه ويخش يمين كده يلاقي نفسه في الاستادات. طيب. جنبا إلى جنب مع مزيد زي ما قلنا من التطوير في قطاع الرياضة وكرة القدم هي أول مصنع يستحق هذا التغيير. لا أعتقد إن احنا رايحين على مساحة تانية خالص يستحقها الشباب، مستقبل البلد دي. إن هينتج عنها مش جماهيرية للكورة وبس، والله هينتج عنها فرص عمل وسياحه كرويه. الملف جميل قوي يا امير، يحتاج اوقات طويله للحديث عنه. بالظبط، احنا عشان وقتنا بيدهمنا خلاص، لكن خليني اتكلم مع حضرتك على ملف سريعا وهو خاص بالتحكيم في الدوري المصري، وتحديدا عايز اتكلم عن الواقعه اللي حصلت النهارده في مباراه المقاولين والنجوم. المقاولين تقدم بهدف، هدف غير صحيح، لكن الحكم احتسب هذا الهدف، والحكم الخامس صدق على قرار الحكم الساحة، فبالتالي تم بعد ضغوط كبيرة جدا من قبل الإلغاء. جه من مين؟ أنا حاولت أعرف. ما أنا بقول لحضرتك هو الإلغاء عشان أفي بمعادي يعني. الإلغاء هو كل اللي أنا فهمته أو عرفته يعني، إن من خلال مكالمة تليفونية جت لأحد الحكم الإضافي، جت من احد، جت لاحد الاعضاء للجهاز الفني بفريق النجوم، ان الكره جت في ايد احمد علي وهو بيحرز الهدف، فبالتالي كان في ضغوط كبيره جدا على الحكم، ومفيش اصلا تقنيه فار في مصر احنا عارفين. الحكم رجع والغى هذا الهدف، هل ده قرار صحيح من وجهه نظرك؟ حتى لو الغاء الهدف ده شيء عادل، لكن الاعدل اعتقد هو تطبيق القانون، ان انت ما عندكش الفار، فطبيعي انت طالما احتسبت هدف يبقى اكيد خلاص. الا اذا تمام كان الخامس اللي هو اثنين بيقول بيبقوا الحكم الخامس، بس اثنين، واحد عند الجون ده واحد عند الجون ده. هل هو الحنفي هيملك شجاعه يقول مين اللي قال له الغي؟ ما هي دي بقى، دي ترجع له هو، لكن الحكم الخامس وافق على الهدف، قال الهدف مش حاجه. بقول لك في ناس لو هي اللي قالت يبقى القانون طبق 100%. اولهم حكم الساحه، الاثنين المساعدين، ثم الخامس اللي هو جمعيه بنفرين ده، اول حكم الرابع حتى، الكل يملك انه يقول للحكم، ثم ياخذ الحكم القرار اللي هو عايزه، حتى الفار على فكره، الاساس في الفار ان يذهب حكم الساحه. وعشان كده الراجل الجزائري العظيم لم يؤخذ بشانه قرار باعتباره فاسد زي ما كانوا بيقولوا الاخوه يعني. ليه؟ لانه في الاخر هو طبق القانون، هو يرى ما يراه في النهايه بعد كل ده، يعني غرف المشوره دي كلها حكم الساحه اللي هو الحنفي. انا لا اشك في الحنفي، لكن قد يكون ما وصله خلاه يعود سريعا، واعتقد انه في القانون الحكم يملك الحقوق. ما كانش سريعا يا استاذ عصام، المباراه توقفت 7-8 دقائق بالظبط. ما ده اللي انا بقوله لك، يعود سريعا، المهم انه ما لعبش مثلا 5 دقائق، دي اللي كانت هتبقى ام الفضائح يعني. يعني دي كانت هتبقى ام الفضائح، انه يلعب ويستأنف اللعب، لكن طالما اللعب لم يستأنف لازال القرار عند الحنف. لكن اتمنى الحنف الذي اثق فيه 100% انه يطلع يقول لنا كيف تم تعديل او الغاء قرار لجنه الحكام. هتسمح بكده؟ والله شوف، لو هو كحكم يعي انه كلمة الله على الارض، هو قاضي، وان العدل اساس الملك، وانه بيعلم اشبال
وكبار وصغار، وانه اولاده في البيت وسكان شارعهم والله ما بقول كلام انشا منتظرينه لان الحقيقه لا تدينه الحقيقه، لانه اللعبه فعلا لمست يد. وانا الحقيقه زعلان قوي ان لاعب مهاجم يقعد 7-8 دقائق ولا يقر، كان دخل التاريخ. كابتن علي خليل عملها، ربنا يديله الصحه، بس في الاخر ما يلامش برضه يا استاذ. انا مش بلوم، انا بقول لك ضمن المنظومه يا اخي، اصل مش هيحصل حاجه يعني. لكن الاكثر دهشه ان هو كان بيصر، ومش عايز اقول انه بيحلف، والله ما لا يا اخي، لا لا تلام عندما تصمت وتترك الامر لهيئه قضايا الكره. ايضا وهو الاهم، يعني امتى لجنه الحكام هتورينا حاجه نشوفها صحيحه؟ في حكمه موقوفه بقالها سنتين عشان طلعت قالت كلمتين على الهواء لغوها خالص، بينما اللي طلعت وسكرين شوت وحاجات كده يعني ما حدش قادر يكلمها. اشياء كثيره جدا مش بحجم عصام عبد الفتاح على فكره. عصام عبد الفتاح لمن لا يعرفه شخص نظيف اليد، شخص محترم، وبالتالي لا اعرف لماذا يترك نفسه في هذا المنح حتى في اختياره لطاقم التحكيم النهارده. يعني انت رايح تجيب حكام من اسيا وكل النخبه الاسيويه في بطوله كاس اسيا لمباراه بيراميدز وطلاع الجيش، يعني حاجه غريبه يعني. يا اخي انت بتعمل كده ليه؟ يعني انت بتعمل كده ليه؟ انت زي ما في تدي فرصه للقيل والقال، زي الماتش اللي جاب فيه الراجل الصربي، انا قلت على الهوا بس والله بضحك، لاني قاعد تماما ان مفيش حد هيخالف ضميره بالسهل. اكيد اكيد. قلت له يا اخي انت لو الراجل ده صاحبك لازم يتاكد انك بتكرهه يا كابتن عصام، اللي هو الصربي ده، عارف ليه يا امير؟ انه لعب 22 ماتش في الدوري السعودي يا اخي، هات واحد غيره يا عم. يعني ليه بتحط لبس على الحكايه؟ انت جايب حكام وده بقى من بلد نحبها وتحبنا من طبعا. الامارات، لكن طبعا. كل النخبه يا كابتن عصام موجوده هيقول لك يا حبيبي القايمه طويله في الامارات، طبعا، لكن لما تجيب حكم مصري يا كابتن لازم يبقى نمره واحد او نمره اثنين في قايمه بلده. نمره ثلاثه لا يا امير، نمره ثلاثه لا يا امير، مصر يليق عليها رقم واحد ورقم اثنين. ايه الالتباس ده؟ لانه مفيش عضو مجلس اداره ابدا ينفع يظل رئيس لجنه. لابد من رئيس لجنه محترف، لابد من ان ناتي بطواقم اجنبيه من الرموز زي ما قلنا، واحد او اثنين في قوائم بلدانهم للتحكيم، وخبراء يقعدوا هنا ست اشهر، حكايه تيجي يوم دي او اسبوع مش كفايه، ست اشهر تعليم ودراسه. تمام. انا اسف اني اطلت يعني. لا لا طبعا، خد راحتك يا استاذ عصام، انت نورتني وشرفتني النهارده، وانا بكون سعيد جدا لما حضرتك تكون متواجد معنا. انا اللي بشكرك، ويا رب نكون يعني ضيوف لا نحمل اي ثقل على جميع النادي الاهلي. ده مؤكد يا استاذ عصام، نورتنا وشرفتنا. طبعا كان معنا في الفقره الاولى من حلقه الاهلي الليله النهارده استاذ عصام شلتوت، مدير التحرير التنفيذي باليوم السابع والناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا معاه في العديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه، ملفات كتير كمان اتكلمنا فيها. دي كانت فقرتنا الاولى، لسه فقراتنا ما خلصتش من حلقه النهارده، استنونا بعد قليل مع زميلي وصديقي العزيز عمر ربيع ياسين في الفقره الثانيه من حلقه النهارده، واللي هيستضيف فيها نجم نجوم النادي الاهلي السابق كابتن رضا الويشي في حوار اكيد هيكون مهم وممتع. استنونا بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في الفقرة الحوارية الثانية، هنكون مع حضراتكم فيها في الاهلي الليلة مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي كانوا متواجدين في العصر الذهبي للنادي الاهلي مع نجوم كتيرة جدا كانوا موجودين وبطولات كتيرة جدا، ومدير فني قدير وكل الاهلاوية بيحبوه بيعزوه جدا، هو مستر مانو الجوزيه. لكن ضيفي وضيف حضراتكم اللي مشرفني ومنورني هو الكابتن رضا الويشي. كابتن رضا ازي حضرتك؟ نورك يا حبيبي. منور. نورك يا حبيبي والله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. قبل ما اتكلم معاك تعالى بقى نروح نشوف التقارير اللي محضرينه ليك ونرجع نكمل فقرتنا على طول. رضا الويشي هو أحد اللاعبين الذين انضموا للأهلي في أحد عصوره الذهبية تحت قيادة البرتغالي المخضرم مانويل جوزي. تألق الويشي في صفوف فريق السكة الحديد، سجل 13 هدف، ليقرر المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها حسن شحاتة ضمه للفراعنة في المعسكر الأول بعد بطولة إفريقيا عام 2006.
لينضم بعدها للمنتخب الأولمبي بقيادة البرتغالي فينغادا ليسجل هدفا في أول مشاركة له خلال أحد الدورات الودية. تألق الويشي في هذا التوقيت دفع عدة أندية للتفكير في التعاقد معه، حيث تلقى عروضا من المقاولون الإسماعيلي والزمالك، إلا أنه اختار الأهلي بحكم تشجيعه له منذ صغر ليبدأ معه موسم 2007-2008. انضم الويشي للأهلي وسط تواجد كوكبة من النجوم في خط الهجوم مثل عماد متعب، فلافيو، أسامة حسني، أحمد بلال، عبد الحميد حسن، الأمر الذي شكل صعوبة كبيرة في الحصول على فرص كثيرة وإن كانت له مشاركات عدة في البطولة الإفريقية. الرغبة في اللعب المستمر دفعت الويشي للتفكير في الانتقال إلى ناد آخر ليرحل عن الأهلي إلى المقاولون، محققا في هذا الموسم الذي شارك فيه 3 بطولات وهي الدوري، كأس السوبر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا. تألق الويشي في صفوف المقاولون، سجل 32 هدف في 3 مواسم بالدوري لينتقل بعدها إلى الإنتاج الحربي ليتعرض لإصابة قوية، لينتقل إلى الدوري العراقي ليلعب في صفوف الطلبة ثم القوة الجوية ثم كربلاء، وتجربة قصيرة في الفيصل الأردني، بعدها عودة إلى السكة منه إلى نادي جدة، وأخيرا عاد الويشي إلى مصر ليبدأ تجربة جديدة في صفوف إفسي مصر. على الرغم أن فترة وجوده في الأهلي كانت قصيرة، لكنها كانت في عصر ذهبي، الأمر الذي جعلها عامرة بالأحداث والكواليس التي سيحكيها لنا رضا الويشي الذي يحل ضيفا على الأهلي الليلة. أهلا بحضراتكم من جديد، نبدأ الفقرة الحوارية الثانية مع الكابتن رضا الويشي أحد نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر. كابتن رضا، يمكن أنت ما لعبتش في وقت كان فيه سوشيال ميديا زي الفترة الحالية، وبالتالي كتير من جمهور النادي الأهلي ما يعرفش رضا الويشي إزاي بدأ. هل بداياته كانت في نادي السكة الحديد ولا كان فيه بداية قبل نادي السكة الحديد؟ لا، كان فيه طبعا بداية أنا بعتز بها جدا، نادي كهرباء طلخة ده كان صاحب فضل كبير. أول نادي حضرتك بدأت فيه؟ أول نادي لعبت فيه والحمد لله. يعني طب إزاي بقى، يعني إزاي لعبت في كهرباء طلخة؟ هل بقى كنت موجود تلعب في فرق الناشئين؟ كنت بلعب من الناشئين الأول. في فرقة الناشئين من وأنا صغير في النادي لعبت الحمد لله، أنا عندي 15 سنة كده لعبت، بديت ألعب بشكل مستمر وأنا عندي 16 سنة والحمد لله عملت معهم إنجاز كويس. نحن صعدنا دور الترقي المنافسة على دور الممتاز. يعني انت وانت عندك كابتن 16 سنة لعبت فريق اول. كنت الحمد لله هداف الفريق، جبت 8 جوان وصعدنا الحمد لله دور الترقي ديت، كانت طبعا 6 فرق. كان معنا المنصورة كمان صعدنا عليها، كانت موجودة كمان في المنصورة. عملنا انجاز كويس الحمد لله، معظم الفرقة راح الدور الممتاز، انا ما يعني ربنا كان مقدر لي حاجة تانية احسن يعني. طبعا. تأخرت شوية رحت نادي السكة الحمد لله، يعني ربنا وفقني فيه، وكان نادي وش كبير عليا طبعا مع كابتن اسامة عرابي، ده من الناس اللي هي اصحاب الفضل الكبير عليا طبعا. بس اكيد قبل كابتن اسامة عرابي واكيد قبل نادي السكه كان في مدير فني وهو اللي كانت عينه اللي جاب رضا الويشي، هو اللي اختار رضا الويشي في كهرباء الطلخه ان هو يصعد فريق اول، او اللي هو اخذ رضا الويشي من مرحله الناشئين وبدا ان هو يكبر فيه ويبقى موجود في الفريق الاول. هل في اسم يعني من الاسماء اللي رضا الويشي يفتكرها كان ليهم فضل عليه في مرحله الناشئين؟ طبعا طبعا، يعني الكابتن نجاح حشيش ده طبعا هو مدربي في الناشئين، والكابتن طه عبد الجليل، دولت الناس دي تعبت معايا، لكن صاحب اللي خلاني لعبت في الفريق الاول وباستمرار كابتن حماده نبيه، ده طبعا يعني ده اللي طبعا انا ثقه كبيره جدا، وانا بعتز ان انا مدرب كبير جدا طبعا معروف في المنصوره، واتمنى ربنا يديله الصحه ودايما يبقى موفق دايما كده. يعني بعد كهرباء الطلخه رحت السكه الحديد، رحت نادي السكه. ازاي بقى المفاوضات تمت بين نادي السكه وكهرباء الطلخه؟ ازاي شافوا رضا الويشي؟ هل شافوه في دوره الترقي وبعد دوره الترقي الاولى ليه اتخطف من كهرباء الطلخه؟
ولا من خلال موسم لعبته مع كهرباء الطلخة السكة الحديد أو كابتن أسامة عربي خطف رضا الويشي من كهرباء الطلخة؟ لا، البداية أن أنا كنت كابتن أسامة كان ماسك نادي البلدية، نادي بلدية المحلة. تمام. وأنا كنت بلعب في نادي كهرباء الطلخة. تمام. فكان في ماتش في بيننا فيصل أن هو لو البلدية كسب يصعد دوري ممتاز. طبعا أنا الماتش ده كان مهم بالنسبة لهم، فلعبت أنا الماتش ده الحمد لله كنت بلعب، هم كسبوني 2-0 جبت جونين وتعادلنا وما حصلش نصيب للنادي البلديه صعد نادي الاولمبي. فطبعا الكابتن اسامه طبعا عرفني من الماتش ده، كنت الحمد لله عملت موسم كويس طبعا مميز، وخلال الدوره الحمد لله اديت بشكل كويس، فده الكابتن اسامه مسك السكه طبعا كلمني، والحمد لله انا يعني اتمرنت مع الكابتن اسامه لان راجل ساعدني كتير جدا في طبعا في حياتي الكرويه، راجل محترم مدرب كبير، فطبعا يعني حتى كان بيساندني بشكل كبير جدا في الملعب. فطبعا صاحب فضل انا ما اقدرش ان طبعا فاكر المبلغ اللي اتدفع فيه كام من كهرباء الطلخة؟ كان 100,000 يعني، ده طبعا ما كانتش، كان احمد شعبان بتاع بتروجيت لو تفتكر كان راح من كهرباء ل 50,000، انا اعتبر 100,000 دي كانت رقم كبير جدا، رقم كبير جدا يعني. كهرباء الطلخة كان بالنسبه له رقم ان هو يجيب في لعيب 100,000 جنيه طبعًا. او في اثنين لعيبه 150,000 جنيه احمد شعبان ورضا الويش، ده كان رقم كبير جدا. طيب رحت السكه الحديد، كان عندك بعديها بكام سنه، كان عندك كام سنه في اول بدايتك مع السكه؟ انا مضيت 4 سنين في نادي السكه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 20 سنه. 20 سنه. فلعبت اول موسم الحمد لله، كان كنت مضى 4 سنين وعمل شرط جزائي ب 500,000 جنيه. تمام. فلعبت الحمد لله اول 10 مباريات جبت 13 جون الحمد لله، عملت من الاول كده على طول حاجه كويسه الحمد لله. لا والله انا كان عندي حلم وكان عندي طموح ان انا طبعا نقل ان انت تيجي القاهره، ناس شايفينك اكتر زي ما انت قلت، الاعلام كان بيبقى قليل شويه طبعا في يعني عندنا في المنصوره الدنيا شويه، لكن طبعا كان معظم الميديا كان على في مجموعه القاهره. الحمد لله انا جيت كنت مركز ان اعمل، كان في الوقت ده الاهلي كان بيلعب في الملعب نادي السكه، كان واخد الملعب وكان بيلعب عليه. فطبعا الحمد لله زي ما قلت لك كابتن اسامه سنيدني، وانا كان عندي طموح ان انا ابقى حاجه كويسه، ان انا ابذل مجهود كبير. الحمد لله اجتهدت وحاولت بقدر الامكان ان اعمل موسم كويس في نادي السكه، رغم ان انا كنت خايف يعني، لعيب كان بياخد 200 جنيه طبعا شرط جزائي بنص مليون، قلت مش يعني. فالحمد لله لما رحت ما كانش ليك يا كابتن رضا وكيل، ما كانش ليك حد يتكلم مع نادي السكه، ولا كان في حد بيتكلم بالنيابه عنك؟ لا كان الكابتن لما جيت السكه، انا كان الكابتن تامر النحاس هو اللي جايبني من كهرباء الطلخه. ما عرفتش تنزل الشرط الجزائي شويه؟ لا انا ما كنت ألف أنا زي ما انت قلت كانت مجازفه، انا كنت طبعا انا بس انا كان الكابتن تامر النحاس طبعا هو كان ادرى بالوضع الحاجه دي، فهو انا ما كنتش طبعا اعرف الارقام دي، كانت بالنسبه لي كبيره جدا يعني. فلما جيت الحمد لله اجتهدت زي ما قلت لك، واشتغلت الفتره الاولانيه في نادي السكه، ربنا كرمني ورحت المنتخب الاولمبي الاول على طول. يعني انت من نادي السكه ومن تالق مع نادي السكه، كابتن حسن شحاته ضمك على طول للمنتخب الاول. رحت المنتخب. كان المنتخب الاولمبي ساعتها كان موجود. كان موجود. كان مين مدرب المنتخب الاولمبي؟ كان فينجادا والكابتن مجدي طلبه معاه. فطبعا انا الحمد لله يعني كنت رحت معسكر كده يعني، مش ما كانش فيه ولا ماتشات ولا فيه تمرين ولا اي حاجه في المنتخب الاولمبي. يعني انت شايف لما رحت المنتخب الاولمبي الفتره القصيره اللي انت كنت موجود فيها، شايف ان انت اتظلمت او ما خدتش حقك، او ما كانش فيه تجربه حقيقيه رضا الويش ان هم مستر فنجادة يحكم عليها من خلالها او يحكم عليك من خلالها؟ لا بالعكس، انا كنت شايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه لي، لما تحط نفسك في من ال 50 لعيب اللي هم بتاخدوا المنتخب او الناس خلاص، بس انت ما كملتش بعد كده، مش مشكله، بس انت اسمك بقى موجود. تمام. الناس هتتابعك، ناس تشوفك. تمام. فدي كانت خطوه بالنسبه لي ان انا يعني الناس تبقى عارفين ان في لعيب اسمه رضا الويش مثلا في المكان ده مميز، فدي كانت بالنسبه لي كويسه، فدي اللي خلتني ان انا احاول اجتهد. حتى كان في ناس كتيره في المعسكر زعلت مع كان الكابتن صلاح حسني اللي ماسك مدير المنتخب، في ناس زعلت. فانا والله العظيم قلت له كده، قلت له كابتن انا هاجي المنتخب ان شاء الله يعني قريب، يعني انا هلعب في المنتخب باذن الله. لما رحت المنتخب الاول يعني انت ما لعبتش في دوري ممتاز، بتلعب في دوري الدرجه الثانيه او دوري الدرجه الاولى. الرهبه اكيد لما رحت المنتخب ان انت تبقى مع نجوم مصر مره واحده، اكيد الموضوع كان بالنسبه لك انت ما كنتش مستوعب اصلا لما الفاكس جالك. هل انت جالك فاكس استدعى على طول، ولا كان في تليفونات ومحادثات قبليها ان انت ممكن تكون في المنتخب الفتره اللي جايه فاستعد؟ ازاي السيناريو مشي؟ فاكس اتبعت للنادي واتفاجئت، ولا كان في طبعا، ولا كان في قبل كده يعني محادثات وتليفونات مع رضا الويش ان هو هيجي المنتخب الفتره اللي جايه؟
لا بالعكس، ده انا عمري طبعا ما انسى اليوم ده طبعا. انا كلمني الكابتن اسامه قال لي المنتخب كابتن حسن شحاته هتروح المنتخب المعسكر الجاي. طبعا انا كنت واتفرج على المنتخب، كنا بنلعب كاس الامم الافريقيه هنا طبعا 2006. طبعا اتفرج زي اي حد يعني. فجاه لقيت نفسي راح معسكر مع منتخب مصر والاول يعني مش حتى اللي هو في سني. فطبعا دي كانت حاجه كبيره بالنسبه لي. فاول يوم كنت خاف جدا جدا يعني، بتلعب مع ابو تريكه وبركات ومتعب والحضري والناس دي طبعا. انت مش متخيل انت في المكان يعني الملعب. حتى المنتخب اللي في سنك انت ما مش متواجد فيه. فكنت خاف جدا اول يوم، كنت خايف. بعد التمرين ما خلص عمري في حياتي ما هنسى الكلمه دي، الكابتن حسن شحاته اللعبه كلها واقفه قال لي تعالى، حط ايده كده على كتفي قال لي عارف انت فين؟ قلت له في منتخب مصر. قال لي عارف يعني ايه منتخب مصر؟ يعني اللعيبه دي كلها احسن لعيبه في مصر، انت لو مش كويس مش هتيجي هنا. تاني يوم انا نزلت واحد تاني خالص بقى عندي ثقه كبيره في نفسي. الكلام المدير الفني مع اللعيب بيفرق. طبعا يعني نزلت واحد تاني خالص غير اللي كان موجود عندي ثقه في نفسي. كابتن حسن كان قال لك كده بينك وما بينه كانت هتبقى مختلفه، ولا لما قالها لك قدام اللعيبه زود الثقه عندك؟ لا طبعا دي بتبقى مدير فني طبعا يعني دي ثقه كبيره جدا لما يكلمك قدام اللعيبه غير بينك وبين ممكن يقولها لك عادي. بس طبعا هو المدرب الكبير يعرف يخرج الامكانيات اللي عندك صح افضل حاجه. بس طيب اول يوم للمنتخب كنت خايف، لكن تاني يوم خلاص كنت واحد تاني خالص طبعا. طيب لعبت مع المنتخب، كان فيه لقاءات وديه خلال المعسكر؟ لا اللي انت كنت موجود أنا فيه. انا اتمرنت اسبوع لحد قبل الماتش. منتخب الاولمبي كان راح يلعب دوره في قطر. طبعا المنتخب الاولمبي شاف رضا الويشي في المنتخب الاول ما ينفعش يعديه، لازم يستدعيه ويستفيد منه. المنتخب الاولمبي طبعا مستر فنجاده شافك موجود فقال لك لازم يكون موجود معانا، لان طبعا هو كان شافنا قبل كده. بس طبعا زي ما قلت لك ما لعبناش ماتشات، ما لعبناش حتى تقسيمات، ما لعبناش اي حاجه، كان كله بس كده يعني حاجات تعارف وكده. فلما رحت المنتخب كان هيلعب دوره فرحت الدوره الحمد لله. طبعا الدوره دي كانت الحمد لله. فاكر الدوره لعبته ضد مين؟ طبعا لعبنا ضد بيلا روسيا اول ماتش. اول ماتش فيها نزلت احتياط وجبت جون. ماتش خلص كام؟ خلص 2-0. 2-0 رضا الويشي جاب هدف من الاثنين. فنجادة اداني التيشيرت ده اللي اول ده ماتش ليك، واداني التيشيرت ده التيشيرت ده ذكرى ليك تحتفظ بيه بذكرى. والحمد لله لعبت الدوره واديت بشكل كويس، بدات بقى الانديه تفتح معايا كلام وكده يعني والحمد لله. يعني بعد مباراه بيلاروسيا ولا بعد البطوله؟ بعد المباراه على طول بدات يعني اول فرقه كلمني الاسماعيلي وكده المقاولين. الاسماعيلي هو اول الانديه اللي فتحت معاك كلام عاديها المقاولين. طب هل طبعا كان في وكيل اعمال الكابتن تامر؟ الكابتن تامر لا كان الكابتن تامر كان وكيلي خلاص من اول ما انا جيت السكه، كان هو اللي عامل العقد. عرفت بقى انت الكلام ده كله منين؟ من بعد المباراه الاولى ولا لما رجعت مصر بدات ان انت تعرف؟ بديت بقى الناس تكلمني شخصيا يعني. بديت بعد كده كلموا الكابتن تامر لحد ما طبعا دخل في موضوع النادي الاهلي. لا ما احنا بقى بالنادي الاهلي عايزين نعرف انت الاسماعيلي لما كلموك كان ايه رد فعلك؟ لا طبعا انا كان حلمي حتى العب دوري ممتاز يعني كان نفسي العب دوري ممتاز. وكنت والله العظيم يعني حاطط كده من اول حاجه النادي الاهلي نادي الزمالك كده الانديه اللي هي الكبيره طبعا. طول ما تلعب على الحلم الهدف الكبير. بس انت جالك الاهلي والزمالك واخترت الاهلي عن الزمالك. لا احنا الاهلاويه طبعا والمنصوره طبعا كلها طبعا يعني انا كلها بتشجع. لسه معايا من كام يوم كان بيتكلم في نفس الكلام اللي انت بتقوله يعني. طبعا انت بتلعب ماتش الاهلي والمنصوره ما تعرفش مين بيشجع اصلا الاهلي ومين بيشجع المنصوره. صح فطبعا انا كنت بحب النادي الاهلي وانا صغير طبعا، اتفرج عليهم والدي واخواتي كلها. انا اخواتي ما ينفعش اتفرج معاهم على ماتش بالذات ماتش الاهلي. ما ينفعش. صعب يعني صعبين بالصراحه، صعبين خالص يعني. ممكن اتخانق معاهم، ممكن انا بهدي شويه لكن هم ممكن كسر اي حاجه عادي يعني. دايما اللي بيلعب كوره بيكون اعصابه اهدى من المشجع اللي مش بيلعب كوره او اللي بيمارس كره قدم. اللي بيلعب كوره بيبقى عارف ان هو يعني ممكن في اي لحظه الجون يجي، ممكن لو دخل فيك هدف تجيب هدفين يعني بنشوف كتير جدا مع النادي الاهلي. لكن دايما لاعب الكره بيبقى ليه شخصيه مختلفه لما بيشوف المباريات. لكن انت كنت مميز ببنيان قوي، بنيان جسدي قوي، كنت محطه مهمه جدا سواء في منتخب مصر او مع النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي بقى مين اول واحد كلمك وايه اللي حصل؟ دايما في حاجات في الكواليس يا كابتن رضا مش بنعرفها غير لما بتكون موجود معانا، واول مره اكيد هنسمعها. اللي حصل في النادي الاهلي بقى مين اللي كلمك ومين بدا معاك الكلام وايه المحادثات اللي تمت ما بينك وبين النادي الاهلي؟ لا اول يعني اللي كلمني الكابتن عادل القيعي قال لي كلمتين بس في التليفون.
انت رديت على التليفون بقى ليه؟ بيقول لك انا 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 كابتن عادل وقيع. قلت له انت ايه؟ فطبعا ده كان في الوقت ده كابتن عدلي طبعا يعني كل الاوقات كل لا في الوقت وحش. في الوقت ده كان جول. جاب لعيبه كان جاب ابو تريكه وجاب الناس دي طبعا كان جاب لعيبه قال لك انا في التليفون انا باشمهندس عادل وقيع بس قال لي تحب تلعب في النادي الاهلي ولا لا؟ طب انت صدقته في الاول ان هو فعلا عادل وقيع ولا ممكن يكون لا انا صدقته لان كان في كلام والكابتن اسامه كلمني يعني الكابتن اسامه كلمني قال لي انا عايزك تركز احنا كنا بنلعب على صعود الدوري الممتاز قال لي مش عايزك تستعجل وكان بين الدورين جالي انديه كتيره جدا وكنت اقدمه اللي هم يدفعوا شرط الجزاء وكده كابتن اسامه ما رضاش يمشيني قال لي مش هتمشي قال لي اصبر عشان هتروح حاجه كويسه وكده انا ما كنتش طبعا هو اكيد كابتن اسامه راضي علشان بس المشاهدين يكونوا معانا على اكيد هو كان يعرف اكتر مني يعني طبعا مدرب في النادي الاهلي وشاف ان انا كنت الحمد لله مميز معاه واجتهدت بشكل كويس فساعدني وصراحة ساعدني بشكل كبير جدا ان انا حتى كان لي فضل ان انا اروح نادي الاهلي. باشمهندس عادل وقيع كلمك قال لك تحب تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له طبعا احب العب بس قفل معاك بعد كده بس راحوا كلموا نادي السكه والشرط الجزائي كان 500 دفع 600 والحمد لله الامور يعني مشيت بشكل كويس يعني. وانتقلت للنادي الاهلي تمام رد فعل البيت عندك كان عامل ازاي؟ كلمتهم قلت لهم انا ولا صبرت لحد ما دخلوا في الجد وبعد كده عرفت الـ لا انا عندي ابويا وامي طبعا دول ما ينفعش لازم اقول لهم كده بالذات يعني ابويا تعب معايا كتير جدا كل ماتشات كان بيجي معايا كل ماتشات يعني هو كان بيديني حافز كبير جدا يعني انا ما اتذكرش في يوم ان ابويا جه اتفرج معايا على ماتش وانا ما اقل حاجه اتنين او ثلاث تجوان اجيب في المباراه يعني ده التميمه بتاعتي وش حلو طبعا وانا هقدر معاك كل الماتشات ده وانا دايما يعني ما احب اروح مكان امضي فيه لازم يكونوا موجودين معايا يعني دولت ما ناس صحاب فضل كبير عليا ربوني وتعبوا معايا وشي هو فطبعا دولت ما يعني لازم دولت اول ناس تشيلهم في عينيا طبعا. طيب عرفت اهلك وقلت لهم الاهلي بيكلمني طبعا رد فعلهم اكيد كانوا مبسوطين طبعاً ان النادي الاهلي بيكلم ابنهم علشان يكون موجود معاهم الفتره اللي جايه. خلصوك ب 600 الف جنيه كالعاده مضيف العقد طبعا اكيد انا متوقع ان انت ما اتكلمتش في اي تفاصيل مضيف العقد على بياض ما اعرفش وخلاص بس ويعني مضيت العقد اربع سنين وانا ما يعني الاتفاقات دي ما اعرفش بقى اللي حصل فيها وكده يعني. طيب اول يوم ليك في النادي الاهلي احكي لي بقى اكيد كان يوم مهم اكيد الليله اللي انت قضيتها قبل ما تروح النادي الاهلي كانت ليله صعبه جدا عليك اكيد قلق في النوم هتروح بكره مع نجوم مصر كلها اللي انت كنت موجود معاها مع منتخب مصر لكن الفتره اللي انت كنت موجود فيها مع المنتخب اكيد دي خلت يبقى في علاقه بينك وبين لعيبه النادي الاهلي معظم اللعيبه اللي كانت موجوده اول يوم مين راح معاك النادي والتمرين مستر جوزيه ازاي استقبلك واللعيبه ازاي استقبلوك دي حاجات مهمه على فكره ما يعني ما يحسهاش غير لعيب الكوره اول انا اصلا ما كنتش عارف انام الصراحه زي ما انا قلت لك يعني لان التمرين كان الساعه 9 الصبح دايما كان تمرين الاهلي الساعه 9 الصبح مستر جوزيه كان يصلوا الفجر ويتحركوا على النادي يتجهزوا علشان ينزلوا الملعب فطبعا انا ما نمتش يعني صليت الفجر برضو رحت النادي كنت انا يعني ده صاحبي واخويا وعيشة عمر ده اسمه عمر اخو مراتي يعني ده يعني معاه في اي مكان ده اللي كان جمع النادي في اليوم ده اول اثنين قابلتهم كان ابو تريكه وائل جمعه اول اثنين كده على الباب في النادي لكن دلوقتي طبعا بيفتحوا النادي هم اللي بيفتحوا النادي هم اول اثنين موجودين في النادي هم بيفتحوا النادي اصلا انت رحت الساعه كام؟ تمرينك كان 9 انت رحت كام؟ انا رحت الساعه 7 شويه 7 وشويه 7 طبعا يعني ما طبعا انا كنت في مدينه نصر والمشوار طبعا المشوار بقى هيبقى بعيد بدري بدري احسن تمام فطبعا قابلتهم يعني نجمين كبار ما حسيتش ان انا من اول يوم غريب الصراحه يعني استقبلوك طبعا ورحبوا بيك حاجه فطروك ولا لا؟ انا طبعا ده شفت ابو تريكه اساسي ان انا عارف بس ابو تريكه لازم الفطار ده اساسي يعني فما حسيتش من اول يوم فعلا ان انا واحد جديد او غريب حسيت ان بتعامل مع نجوم كبار وفي نفس الوقت الناس متواضعه جدا استفدت منهم وتعلمت منهم يعني وضافوا لي حاجات كتير جدا في المعامله مع الناس الاصغر مني والاكبر مني ده كان اول اثنين انت قابلتهم في النادي الاهلي تمام مستر جوزيه بقى لما قابلته هل كان في التدريبات او في التدريب ولا جابك في الاوضه مع المترجم وبدا ان هو يتكلم معاك علشان
يكون في كلام بينكم قبل ما يبدا الحصه التدريبيه؟ لا، هو ورح حبيه في الاول بينه وبينه، بعد كده نزلنا الملعب اتكلم الحمد لله يعني بشكل كويس، وقال لي يعني انا طبعا تعرف كان في ناس كتيره موجوده، ناس طبعا فيلافيو متعب وصعب متعب، وكان بلال واسامه حسني، كان حتى ما رحت كان لسه اسامه حسني كان واخد جاب كاس مصر 4-3 متعب هداف الدوري فيلافيو، كابتن احمد بلال، عبد الحميد حسن. فطبعا المنافسه تبقى صعبه جدا، بس انا ما كنتش الحمد لله حاطط في دماغي الكلام ده. يعني كنت الحمد لله رايح عند صاجه زي ما انت قلت كده، موضوع ان انا رحت المنتخب ولعبت الحمد لله، وان انا لعبت من وانا صغير مع ناس اكبر مني، فدي كانت الحمد لله كنت مستفاد بيها بشكل كبير جدا. يعني مين من اللعيبه اللي كانت دايما بتتكلم مع رضا الويشي وبتدي له نصايح جوه النادي الاهلي؟ يعني لعيبه الفريق الاول، مين كان اكتر واحد بيدي نصيحه رضا الويشي، او رضا الويشي دايما لما بيكون عنده مشكله او عايز ياخد راي او يستشيره كان بيروح له؟ كان كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس يعني شخصيه محترمه جدا طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا طبعًا وكوتش كبير طبعا، يعني وقائد جوه الملعب. يعني انا كنت بحبه جدا جدا، وكنت حتى ما عايز اتكلم في اي حاجه اتكلم معاه. فطبعا وغير كده اللعيبه كلها الصراحه كانت على اعلى مستوى، تتكلم مع كابتن اسلام الشاطر، كابتن عماد متعب، ابو تريكه، كابتن بركات، ناس كبيره، احمد فتحي، ناس انت اي حد من المجموعه كلها لعيب كبير لوحده، فرقه لوحده، لا رغم كده تلاقيه صوره واحده عارف مين ده؟ اه طبعا كان ناس ده بس كان شكلك متغير، شكلك بقى اصغر، ويعني كنت شاب فعلا، كنت لسه كان عندك كام سنه؟ كان عندي لسه 21 سنه. 21 سنه، يعني 21 سنه احنا بنتكلم في عمر كبير جدا، صوره طبعا كابتن رضا الويشي مع كابتن عماد متعب. لكن عايز بما ان احنا بنتكلم على النصيحه ولسه هكمل معاك مشوارك في النادي الاهلي، عايز منك نصيحه للصفقات الجديده اللي النادي الاهلي تعاقد معاها الفتره الاخيره، تقول لهم ايه بما انك دلوقتي في مكان الكابتن مثلا ابو تريكه او كابتن وائل جمعه في اول يوم دخلت في النادي الاهلي هم اخذوك ورحبوا بيك واتكلموا معاك واكيد نصحوك نصيحه غاليه، ايه النصيحه الغاليه او ايه النصيحه المهمه اللي ممكن رضا الويشي ينصح بيها كل الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاها في شهر يناير الفتره الحاليه؟ لا هو طبعا بص يا كابتن عمر، دلوقتي اي لاعب بيخش النادي الاهلي هو طبعا زي ما انت عارف بقى فرد من النادي الاهلي خلاص. فطبعا اول حاجه قالوا ان انت بقيت فرد من العيله بتاعت النادي الاهلي، فكرش غير في النادي الاهلي بس. فطبعا دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، دايما كنت اشوف حتى اللعيبه اللي تطلع بره ال 18 ما فيش حد زعلان، صح، كل فرقه همها واحد بس هي البطوله، تتلعب مع ناس كبيره زي ديت، ويعني زي ما قلت لك لو اي مدير فني تاني كان ممكن يحتار مع اللعيبه دي، بالعكس كان في منظومه في تكاتف عشان كده كان في نجاح. لكن الفتره اللي فاتت دي يعني في شويه لخبطه شويه تخبط، بتمنى ان اللعيبه اللي جت دي ان هي زي ما النادي الاهلي قدرها وسعى ان يجيبها، لان ده طبعا انا النادي الاهلي جايبك دلوقتي في وقت محتاجك، صح، فان شاء الله يبقوا قد المسؤوليه، هم لعيبه كبيره لعبة كويسة، بتمنى إن شاء الله إن هم يبقوا قد المسؤولية وربنا يوفقهم أهم حاجة. دي كانت نصيحة من الكابتن رضا الويشي للعيبة النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، أو اللعيبة اللي لسه النادي الأهلي متعاقد معاها، زي ما شفنا أو سمعنا رأيه. تعالوا نروح ونشوف رسالة الجمهور للعيبة النادي الأهلي ونرجع نكمل فقرتنا الحوارية مع الكابتن رضا الويشي. اهم حاجه يبعدوا عن الضغط الجماهيري والكلام ده كله، يركزوا في الملعب وما لهمش دعوه بالفيس ولا التويتر ولا الكلام ده كله، يركزوا في الملعب وبس، وان شاء الله بروح البطوله بروح الفلانه الحمراء ان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله، ودار الابطال يرجع باذن الله. المفروض ان هم يهتموا بالتمرين وما ياثروش فيه، وبعدين هم بيلعبوا في افضل نادي في يعتبر في افريقيا النادي الاهلي، وان هم ما ياثروش ويهتموا بالتمرين ويقدروا ان هم بيلعبوا في نادي كبير ويقدروا تيشيرت النادي الاهلي. طبعا وكل اللعيبه اللي جت كويسه ولاعيبه محترمه ولاعيبه يعني على قمه احترافيه كويسه، فمحتاجين منهم اكتر من كده بكتير. العب بروح الفلينه بس، هتلعب لوحدك، هتلعب تلقائي، لكن غير كده مش هتبين نفسك، لازم تلعب بروح الفلينه اللي انت لابسها وتعرف قيمتها بس مش اكتر.
لكنك تلعب كده لا ما ينفعش. انصحهم ان هم يجتهدوا في الملعب ويلعبوا في التدريبات بجديه وان شاء الله ربنا يوفقهم. لسه مكملين فقره الحواريات الثانيه مع الكابتن رضا الوشي. كابتن رضا، النادي الاهلي خلاص اتمرنت وبقيت موجود مع الفريق الاول، اول مباراه بقى لعبت او اول مباراه كنت موجود في السكور شيت في النادي الاهلي كانت مباراه ايه وكان ايه احساسك؟ يعني هل كنت مستعجل علشان تلعب ولا كانت الامور عارف ان انت واحده واحده وبالهداوه كل حاجه هتيجي؟ الموضوع مش ازاي؟ انا اول مباراه ليا كانت اسمنت السويس. اسمنت السويس كنت نازل فيها تغيير اخر الشوط الاول. تمام. كانت النتيجه كانت 0-0. تمام. والحمد لله انا نزلت اديت بشكل كويس، كسبنا الماتش ده تقريبا 1-0، الكابتن شادي محمد ضربة جزاء. تمام. الحمد لله عملت ماتش كويس، يعني حتى مستر مانويل اشاد بيا الحمد لله ان انا اديت بشكل كويس. الحمد لله كنت كان نفسي اعمل حاجه كويسه والحمد لله كان ربنا موفقني في الماتش ده. فكنت ممكن اجيب جون في الماتش ده، كره جت في العارضه والحمد لله. طبعا يعني كان ماتش بالنسبه لي عمر ما انساه، اول ماتش بالبدايه والحمد لله ان انت اديت بشكل كويس. فكانت دي كنت حاطط لنفسي ان دي البدايه ليا. جيت بعد كده يعني ما لعبتش، ما شاركتش بشكل مستمر، لكن معظم المشاركات كانت بتبقى في بطوله افريقيا. وكان هو الراجل الحمد لله كان عنده ثقه فيا كبيره جدا، اقول لي اصبر انت صغير لسه ما تستعجلش، انت مش متعب، بركات الناس هتظبط. يعني الناس بيتكلم معاك مستر مانويل على طول. طبعا يعني كان بيقول لي ما تستعجلش، اصبر شويه انت، يعني طبعا الجمهور مش هيصبر عليك انت طبعاً. لان طبعا انت متعب، وابو تريكه والناس دي عندها رصيد، يعني انت لعيب كوره عارف، يعني اللعيب يكون عنده رصيد صح ممكن الجمهور يتقبله في ماتش 2-3، لكن انت بتكون لسه في البدايه طبعا الناس لسه ايه. فكان دايما يتكلم معايا وكنت بعتز ان هو يعني كان ياخدني تمرين لوحدي مرن لكن زي ما قلت لك الواحد كان عنده طموح وان هو يبقى حاجه كويسه. ف طيب عايز يعني اخدك لنقطه الضجه الاعلاميه اللي كانت موجوده في انتقال رضا الوشي للنادي الاهلي واول مباراه ليه، اكيد انت لاحظت ان في ضجه اعلاميه وان الموضوع طبعا مختلف تماما عن وجودك طبعا مع كل الاحترام والتقدير لنادي السكة الحديد او نادي كهرباء الطلخه، لكن انت بقى كنت حديث الساعه، يعني اكيد حديث الانتقال من نادي السكه الحديد للنادي الاهلي ب 600,000 جنيه ده كان رقم كبير في الوقت اللي كانت فيه التنقلات. لكن اتعاملت ازاي بقى مع الاعلام والوضع كان جديد عليك، ما كنتش متعود، لكن الوضع بقى اختلف، رضا الوشي ازاي تعامل مع الاعلام او الضجه الاعلاميه في الوقت السابق؟ لا طبعا انت لعيب بتبقى مغمور وفجاه تلاقي نفسك الناس كلها بتتكلم عليك. طبعا دي كانت ضغط كبير جدا عليا، كنت بتمنى ان الواحد بيبقى اي وقت في الاوقات ان الواحد يجتهد ويقدم نفسه بشكل كويس، لكن طبعا زي ما قلت لك الفرصه ما كانتش متاحه بشكل كافي يعني. لكن طبعا انا بعتز ان انا لعيب في النادي الاهلي، ودايما الناس تقول لك لعيب سابق في النادي الاهلي، دي طبعا حاجه كبيره، ولعبت مع ناس كبيره استفدت منها في حياتي اللي بعد كده. فدي الواحد عادي يعني، الحياه بالنسبه لي الحمد لله عاديه خالص يعني. بس طبعا تروح بقلب طبعا الامور مختلفه خالص، اكيد طبعا اكيد تمشي في الشارع طبعا الامور مختلفه. طبعا الواحد كان بيحاول بقدر الامكان هو يعني يبقى على قد ثقه الناس فيه. حرصت 3 بطولات مع النادي الاهلي اعتقد، بطوله الدوري وبطوله افريقيا هم اغلى بطولتين اعتقد حققتهم. عايزك تتكلم معايا اكتر على البطولات بقى، كان ايه احساسك بعد احراز اول بطوله؟ واكيد بطوله افريقيا الوضع مختلف، ان انت تحقق لقب النادي الاهلي محققه يمكن عدد مرات، يعني هو طبعا اعلى نادي في افريقيا واعلى نادي في مصر يحقق البطوله الافريقيه، لكن انت لما تحقق اللقب الافريقي اكيد الوضع مختلف. على مدار تاريخك تقول انا واحد من اللعيبه اللي حققوا بطوله افريقيا مع جيل من اجيال النادي الاهلي. طبعا ده انجاز كبير بالنسبه لي والحمد لله، طبعا التاريخ طبعا ما تقدرش تغيره. فطبعا دي كان شرف كبير ليا ان انا اخد، كانت اول بطوله ليا السوبر المصري. كان الحمد لله كنت متواجد، خدناها الحمد لله ولعبت في المئويه بتاعت النادي الاهلي. تمام. في ضد بنفيكا الحمد لله. فطبعا الحمد لله ده حاجات كتيره جدا طبعاً جدا طبعاً جدا بالنسبه لك كلاعب وقدام اسرتك، فبتبقى حاجه كويسه جدا يعني، سي في كويس محترم. وده زي ما قلت لك انا سعيد جدا جدا ان انا لعبت مع الجيل ده. طبعا الجيل ده عمر ما
ما حد في مصر يقدر ينساه. لا طبعا اكيد طبعا دي كانت اهم حاجه يعني. فضل. طبعا يعني كنت بتمنى ان الجيل ده يلعب كاس عالم. يعني الجيل ده كان لازم يلعب كاس عالم. ما حصل يعني ربنا ما ارادش، لكن هو يعني ربنا اداهم ثلاث بطولات افريقيه طبعا. مباراه ايطاليا، مباراه البرازيل في كاس القارات، ده حب الناس طبعا الناس كلها بشكل كبير جدا طبعا. كان ممكن يروحوا كاس عالم ويحصل نتيجه عكسيه، كانت ممكن تضيع كل المجهود اللي كانوا بيبذلوه خلال الست سنين اللي كان متجمع فيهم المنتخب. اكيد اكيد طبعا. طب بطوله الدوري يعني اكيد ايضا بطوله، ان انت تحقق بطوله الدوري اكيد الوضع كان مختلف معاك، شيء بتعتز بيه، لكن عايز اتكلم معاك واقول لك او اعرف منك ايه اهم المباريات اللي في بطوله الدوري العام اللي شاركت بيها مع النادي الاهلي يعني مش قادر تنساها، او كل ما حد يجيب لك سيره الدوري المصري اللي حققته مع النادي الاهلي تفتكر المباريات؟ كان في ماتش المحله دايما غزل المحله والاهلي، ده كنا بنلعب المحله في المحله وكسبنا بجون الكابتن بركات. طبعا الماتش كان صعب جدا جدا يعني علينا، وده كان ماتش مهم جدا والحمد لله كسبنا. وماتش اللي كان اللي بعده ناخد فيه الدوري كان بلديه المحله. المحله وبلديه المحله. فكسبنا الحمد لله وخدنا الدوري قبلها بخمس مباريات، فطبعا دي كانت حاجه كنت سعيد جدا جدا دي تاخد دوري عام. وكان يعني مش عايز اقول لك فرحه الواحد باول بطوله دي بتبقى حاجه كويسه، وان انت بتلعب وانت بتشارك، وده ومع النادي الاهلي، نادي كبير والنادي عظيم يعني، وكان اي حد في الوقت ده اتمنى ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. بعد ما الاهلي حسم البطوله قبلها بخمس اسابيع اخذت وعد ان انت هتشارك في الخمس مباريات او اخر خمس مباريات في بطوله الدوري، ايه اللي حصل بقى بعديها؟ انا الدوري الخمس مباريات بعد ماتش البلديه كلمني مستر منور قال لي انت ان شاء الله تلعب الخمس مباريات الجايين دولت يبقوا استعداد الموسم الجديد الجاي. هو طبعا سافر، كان الكابتن حسام البدر اللي ماسكنا، فلعب اول ماتش كابتن اسامه وثاني ماتش كابتن اسامه، فطبعا انا زعلت شويه يعني. فقلت ان شاء الله ان انا يعني خدت كده قرار بيني وبين نفسي، هو كان متسرع شويه ان انا امشي يعني العب في مكان تاني. فرحت جربك على اطراف الملعب او جربك مش ما لعبتش خالص في لكن هو كان بيجربك في التدريبات. انا كنت اصلا بلعب مع كابتن اسامه مهاجم ناحيه الشمال، تمام، مع كابتن اسامه مش مهاجم صريح، مع يعني كابتن اسامه عرابي في السكه، تمام، عشان بس الناس ما يتوهش منها الاسماء. كنت بلعب في اصلا مع السكه مهاجم ناحيه الشمال، انا بلعب بثلاثه قدام نفس لما كان جوزي بيلعب بلافيو ومتعب وابو تريكا، حدش كان بيعرف يعني ابو بركات ساعات. انت كنت بتلعب مهاجم شمال، كابتن حسام كان بيوظفك في مكان؟ لا 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 بالعكس، انا ما لعبتش اصلا خالص مع الكابتن حسام. طب ايه اللي حصل بقى؟ رغم ان الكابتن حسام يعني من الناس اللي بعتز بيها جدا، اكيد مدرب محترم عنده شخصيه دايما بيحب شغله، ده دي طبعا الواحد ما يقدرش، لكن دي ممكن تكون وجهات نظر يعني. الكوره يعني هو انت الخمس مباريات لعبت منهم كام مباراه؟ ما لعبتش ولا واحده. ولا واحده؟ ولا مباراه. طيب قررت ايه بعديها؟ ايه اللي حصل بعديها؟ خدت قرار ان انا امشي يعني، امشي اطلع اعاره بيع وشراء اي حاجه، بس انا امشي العب يعني. ده كان عندي كده اصرار ان انا العب وكده. فكلموني المقاولين، الحمد لله الناس كانت محترمه جدا، طبعا نادي كبير جدا، نادي محترم، فربنا وفقني ان الامور مشيت بسهوله يعني. يعني انت لو رجعنا يعني دقيقه ورا هنلاقي انك قلت قرارك كان متسرع ان انت طبعا طبعا تمشي من النادي الاهلي. هل كنت شايف او لو الزمن رجع بيك تاني ورا وكان ليك حريه الاختيار ان انت تمشي على النادي الاهلي او ان انت تستنى لحد ما تحصل على فرصه حقيقيه، كنت ممكن تختار ايه؟ لا كنت استنى، لان كان زي ما قلت لك كان مستر مانول يعني كان مقتنع بيا راجل يعني، مش هقول لك مش مقتنع بيك، هو مقتنع بيك. كان طبعا كنت لسه صغير، قرارات طبعا متسرعه. ف ما كانش في حد بتستشيره في الموقف اللي زي ده؟ ما كانش يعني بالنسبه لي المجتمع يعني ليا صحاب كتير يعني. تامر والدك ما كانش ليا صحاب كتير ما اقدرش اتكلم معاهم، فانا خدت قرار كده بيني وبين نفسي الصراحه، خدت شنطتي ومشيت. طب مستر مانويل جوزيه ما استنيتش لحد ما يرجع وتتكلم معاه؟ لا انا مشيت بقى يعني، انا مشيت كان خدت يعني مشيت وكلموني المقاولين، كلمت كابتن حسام واتفقت معاه كده يعني. الحمد لله الامور مشيت كويس، بالعكس يعني انا رحت المقاولين استفدت بشكل كان اعاره ولا بيع نهائي؟ لا رحت بيع نهائي.
كان دفع فيه كام المقاولين دفع؟ فاكر الرقم اللي المقاولين دفعوا فيه؟ حوالي 400,000 او 500,000. 400,000 تعاقدت مع نادي المقاولين لمده كام سنه؟ ثلاث سنين. شاركت معاهم لما رحت طبعا معاهم، شاركت من اول مباراه كنت موجود، اول مباراه لعبت معاهم جبت جونين، كسبنا 2-0، جبت جونين في طلائع الجيش. الحمد لله الموسم ده خدت تاني هداف الدوري مع ورا كابتن بركات. فالحمد لله انا في ثلاث سنين اديت بشكل كويس مع نادي المقاولين ومن هدافين الدوري وكنت مرتاح جدا جدا. نادي برضو ناس نادي محترم. هسألك سؤال صعب اختبرك فيه، فاكر كم يعني كم عدد الاهداف اللي انت سجلتها مع المقاولين في الثلاث سنين اللي كنت موجود فيهم؟ انا عارف انا شفت لا ممكن مثلا في الثلاثينات كده يعني، يعني كل ماتش كل سنه مثلا جبت 12 في مره، في 9 مره، 11. 32 هدف ده كان معدل اهدافك مع نادي المقاولين، وانا اعتقد ان هو معدل يعني معدل كويس مع نادي المقاولين، ونادي محترم عنده اداره محترمه وعنده مدربين محترمين. لكن بعد المقاولين يعني انت كنت مفروض بعد الثلاث سنين دول تألقت معاهم خلاص، مفروض ان انت هتجدد معاهم العقد، ايه اللي حصل؟ انا ما جددتش العقد الصراحه، رحت كلمني الكابتن اسامه كان ماسك الانتاج. طبعا انا حبيبك كابتن اسامه، انا بحبه جدا يعني. انا قلت لك انا الحمد لله يعني من وانا صغير ربنا يعني وربنا ان الواحد يعمل معاك موقف كويس او يقف معاك ما تقدرش تنساه بسهوله. فراجل كلمني وقال لي انا محتاجك في الفرقه وكده. رحت الحمد لله لعبت معاهم بين الدورين. رحت الحمد لله جبت جون، قعدوا في الدوري، كنا ماتش الجونه. جبت الجون ده الحمد لله، قعدوا في الدوري في السنه دي بالجون ده. والحمد لله اديت معاه بشكل كويس نص موسم، كملت معاه. بعد كده رحت التليفونات، كان هو مشي وانا رحت التليفونات بني سويف. كان لسه صاعد دوري ممتاز، وكان معانا بقى كابتن شادي واحمد غنم سلطان، وكان اهلي وزمالك في التليفونات. فالدوري حصل مشكله يعني، بس عشان نقف بس عند نادي الانتاج. الانتاج الحربي انت لعبت معاهم فتره قد ايه؟ نص موسم. بعد كده مشيت انا، رحت التليفونات بني سويف، كان لسه فريق صاعد من دوري الدرجه الاولى للدوري الممتاز. وكان التليفونات بني سويف ماليا كان بيقدر يدفع طبعا، فتعاقد مع نجوم كتير طبعا. قد ايه لعبت قد ايه مع تليفونات بني سويف؟ احنا لعبنا 5 ماتشات في السنه وبعد كده الدوري توقف. رجعت الانتاج تاني مع كابتن اسامه. يعني من الانتاج نص موسم للتليفونات بني سويف 5 مباريات، بعديها عوده مره ثانيه للانتاج. كان مين مدير فني؟ كابتن اسامه عربي. طيب بعد الانتاج اللي طبعا كان فيه توقف للمسابقه وبعديها المسابقه رجعت، كملت مع الانتاج قد ايه بعد ما رجعت؟ ما كملتش معاهم يعني، لعبت حوالي شهر فتره الاعداد. لعبت مباراه نزلت الملعب، جالي كسر في عظمه المشيه الخامسه اللي هي في الانكر رجلي دي. قعدت 5 شهور، رحت النادي ما لقيتش نفسي متقيد في النادي. يعني انت بعد الاصابه رحت نادي الانتاج الحربي ما لقيتش قبل نفسك؟ قبل الاصابه يعني، قبل الاصابه انا كنت خلاص متقيد في النادي. لما اتصبت رحت بقى اسمع، محدش بلغك حتى على الاقل؟ قال لك انت الفتره دي احنا مش هينفع نأيدك؟ لا لا محدش كلمنا، انا عرفت كده يعني. طب انت كنت حتى الكابتن اسامه كلمني وكان زعلان جدا، كان برضو ما يعرفش. يعني كان ليك مستحقات، كنت بتقبض، كنت بتاخد لا فلوسك؟ ما كناش لسه كان لسه في فتره الاعداد في البدايه، والعقد العقود كانت لسه ما توثقتش في الاتحاد اساسا يعني. طيب رجعت الانتاج قالوا لك ان انت مش متأيد، لقيت نفسي مش متأيد. كان ايه رد فعلك بقى؟ لا والله حمدت ربنا ان خير لي يعني، ما حتى كابتن اسامه كان زعلان جدا، قلت له ده خير والحمد لله يعني ما فيش مشكله، ومشيت وما كنتش زعلان بالعكس. كان اصلا كده كده ما كانش فيه لعب اصلا. قرارك كان ايه؟ قرارك كان ان انت تاخد تجربه الاحتراف بقى او لا؟ انا قرار الاحتراف ده سبحان الله جه يعني، ربنا زي ما بقول لك كده عوضك خير يعني. جيت تاهلت ورجعت، وكان الكوره لسه ما مشيتش في مصر. كلمني واحد من العراق وانا عايزينك وكده. طبعا رحت على الدوري العراقي. رحت الحمد لله ان ربنا عوضنا احسن من النادي اللي انا كنت فيه كماديا او معنويا. والحمد لله مشيت كويس معاهم، خدنا كاس غرب اسيا. وهم بيلعبوا كانت فرقه عسكريه يعني بتاعت الجيش. خدنا كاس العالم عسكري. فالامور كانت الحمد لله كانت كويسه بالنسبه لي في العراق يعني. كابتن رضا يمكن الوقت بيجري معاك بسرعه، لكن قبل ما الوقت يجري عايز اخد من وقت الحلقه وكلامي معاك، عايز اتكلم على النادي الاهلي وعلى مباراه امس اللي كانت قدام شبيبه الثوره الجزائري، والنادي الاهلي بيتعادل 1-1، ونقطه ثمينه جدا في ظل الظروف اللي الاهلي بيمر بيها، في ظل غيابات، اصابات، مركز راس حربه. عايز اعرف رايك بشكل عام
شايف ازاي مباراه الاهلي وشبيبه الثوره في دوري ابطال افريقيا؟ يعني مجملها ما كانش وحش. يعني طبعا انت بتتكلم في ناس ياسر ابراهيم لعب، حسين الشحات طبعا، ففي ناس استفدت منها. عوده اجاييه دي برضو مهمه جدا في ظل الوقت ده اللي النادي محتاجه. فبتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى فتره كويسه جدا للنادي الاهلي، والصفقات اللي جايه دي تضيف كتير للنادي الاهلي. وطبعا انا بحيي اتنين لعيبه انا شايفهم الفتره اللي فاتت استحملوا كتير، وحاسس ان هم فارقين مع النادي الصراحه، ناصر ماهر وكريم ندفت. كريم ندفت ده ومحمد هاني كمان، ومحمد هاني في مركز المساك او الظهير اليمين ده حاجه يعني كابتن انا بجتهد. كابتن رضا حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وقلت انك بتشكر اللعيبه اللي الفتره اللي فاتت مستحملين وعليهم ضغوطات. عايز بقى منك رساله للجمهور، جمهور النادي الاهلي، الجمهور الواعي، الجمهور اللي بيقدر لعيبته، اللي ممكن يكون في ظروف وضغوطات على لعيبه صغيره في السن، ممكن يكون هم لسه مش متعودين، هو فجاه لقى نفسه وانا شايل متحمل مسؤوليه. عايزك بقى ايه الرساله اللي ممكن توجهها للجمهور؟ لا الجمهور المتحامل على لعيبه النادي الاهلي او الثلاث لعيبه اللي احنا قلنا اساميهم او الاثنين لعيبه سواء ندفت او محمد هاني. بالعكس يعني انا شايف الجمهور ما فيش، يعني الجمهور نفسه يكسب، ما فيش لعيب. يعني حتى كريم الفتره اللي قبل الفتره الاخيره دي كريم كان متهاجم بشكل كبير جدا، مش ممكن السوشيال ميديا يعني كانت لا الراجل يعني عليه بشكل غير طبيعي لحد ما الكابتن حسام مشي من النادي ابنه كده، لحد ما الراجل لعب والراجل تعب واجتهد وكان مركز جدا. دلوقتي الناس كلها بتتكلم على كريم كويس، انت بتكبر كلاعب ان انت الناس تحترمك، الناس تقول لا انت شغال. يعني محمد هاني لعب مساك ولعب يمين، اصل هو دلوقتي لو هو مش مكانه مساك وهو المدير الفني محتاجه مش هيقدر يقول المدير الفني لا. يعني يا جماعه الناس تفكر وما كانش في اصلا عندك خيارات اساسا. بالظبط، ما هو انا بقول لما مثلا لعيب بيلعب باك رايت او باك ليفت وفي ظروف اصابات وظروف غيابات، لما المدير الفني يحتاجك اول رد هتقوله له انا معاك في اي حاجه، بس ولو غير كده انت بتلعب في نادي كبير، يعني مش في نادي صغير، نادي كبير، يعني انت ما تقدرش تقول للنادي الاهلي لا في اي حاجه، والنادي محتاجك دلوقتي. يعني قلت سليمان اللي اقول يلعب باك ليفت هيلعب، ولعب باك ليفت ولعب لعب اي حد هيلعب من الاوقات. يعني القصه ان انت اللعيبه دي لسه صغيره وتحملت مسؤوليه في وقت ضغط كبير جدا، ما فيش حتى القائد في الملعب اللي هو يعني كان الاول تلاقي زي ما قلت لك انا ما كنت بلعب كابتن عماد، كابتن اسلام، كابتن بركات، كابتن ابو تريكه، فالناس كبيره، ناس كبيره تشيل يعني تقدر تلم الفرقه. لكن انت دلوقتي حتى عاشور يعني المفروض ده اكتر واحد خبره في الناس دي كلها برضه اتصاب وبعد عن الفرقه شويه. شريف يعني كان عليه برضه ضغوطات كبيره جدا. فطبعا ما يعني اللعيبه ديت انا بشايف ان الفتره الجايه مع الاستقرار هيبقوا حاجه كبيره جدا. يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مباراه النادي الاهلي مع المقصه في مشوار الدوري العام. عايز اعرف رايك في مباراه المقصه، وبعديها عايز اعرف اكيد يعني شايف ازاي فرص النادي الاهلي في الفوز ببطوله الدوري العام. الاول يعني دلوقتي الاهلي الحمد لله يعني كسب ماتشين وتعادل مباراه، فطبعا مع المدرب الجديد فدي حاجه بتدي له ثقه مع الناس اللي هي جت تضيف للفرقه. بتمنى ان شاء الله المباراه الجايه ديت مباراه مهمه جدا، ان الاهلي يقدر يكسبها بشكل كويس نتيجه واداء، وانا بتوقع كده ان شاء الله. يعني ان شاء الله يكسبوا اداء. المقصه شايف ان هو خصم صعب طبعا او منافس صعب، ما بحبش المشكله خصم. مش منافس، المنافس يعني الاهلي دايما بمنافس صعب لاي حد. يعني طبعا انا كلاعب بيلعب، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت طبعا لعيب كوره واكيد جربت ان اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي هو ده الماتش اللي بيستناه من سنه للسنه. الناس كلها بتبص، يعني انت نص الجمهور اهلي وزمالك، الناس بتتفرج على الاهلي والزمالك. يعني مش النص قوي، لا يعني الثلاث ارباع والربع يعني لا انا بتكلم في ان يعني مثلا العب المقاولين والجونه غير ما العب الاهلي والمقاولين. صح، يعني الناس كلها شايفه المباراه والناس كلها متابعه والناس صح. كلها وانت كمان في ظل انت عايز تقدم نفسك بشكل كويس، ان اللعيب ده لعيب كويس. حتى الصفقات اللي جت للنادي الاهلي جت من خلال ان انت الناس بتطلق قدام الاهلي والزمالك، او ممكن انت مباراه واحده تفرق معاك في مسيرتك. فان شاء الله انا بتوقع كده ان شاء الله النتيجه تبقى اداء ونتيجه باذن الرحمن. يعني مشوار النادي الاهلي في الدوري شايف الاهلي قادر على يعني على الفوز ان شاء الله بالبطوله؟ طول ما في منافسه يعني ما فيش مستحيل، ودايما الاهلي عودنا على كده. هي الاهلي بس ان شاء الله ربنا يكرم كده ويعود للمستوى اللي احنا عارفينه. طبعا فترات كتيره جدا وسنين كتيره جدا كان الفروقات
كبيره يعني 10 و12 والاهلي قدر يرجع وياخد البطوله. النادي الاهلي اكيد تعاقد مع صفقات جديده، النادي الاهلي تعاقد مع اجانب سواء يعني وجود طبعا اجاي في البدايه وجيرالدو وغيره وغيره وغيره. كمان في الدوري بشكل عام في اجانب موجودين وفي محترفين. عايز اعرف رايك في مستوى الاجانب في الفتره الحاليه، هتقيمه ازاي؟ بشكل عام في كل الانديه المصريه. يعني هنقول اميازهم جون انطوي. جون انطوي، هل اجاي شايفه علي معلول؟ هل علي معلول ما ده اجنبي دول لسه لسه لا دول راجعين. انت بتتكلم على الاجانب بتوع الاهلي ولا لا؟ دول بتكلم على الاجانب بشكل عام. اجاي طبعا لعيب قدم نفسه بشكل كويس الفتره اللي كان فيها سليم، علي معلول نفس الموضوع. طبعا دولت لعيبه كبيره جدا. فلو عادوا المستوى زي ما قلت لك انا مكسب النادي الاهلي ان عوده اجاي الماتش اللي فات شايفه مهمه. طبعا لعيب مهم في وقت انت محتاجه مع حسين الشحات ورمضان والناس اللي قدام، وفي ظل انت ما عندكش مهاجم، مروان اتصاب وازارو عنده اصابه، طبعا الدنيا صعبه خالص. يعني ده ممكن يحل لك انه ممكن يلعب راس حرب حتى لو وهمي شويه، بس عنده الامكانيه يلعب مهاجم صريح. سين كله يعني قريبين، اللاعب المصري قريب منهم قوي، ممكن يفوقهم في كتير لعيبه مصريه تفوقهم. يعني انا في شايف اللي فيه مجموعه من اللعيبه الاجانب ماسب، يعني باستثناء ازارو في الاهلي وعلي معلول وفي المقصه كده الولاد بتاع الاسماعيلي بتاع امبارح كان كويس، في شويه كده معقول، والباقي كلهم دون المستوى. مؤثره طبعا بدليل في لعيبه اجانب من هدافين الدوري في الوقت الحالي، عدد كبير منهم لتاني هداف الدوري في الوقت الحالي، في ناس منهم جايبين 6 اهداف و7 اهداف زي وليد ازارو في النادي الاهلي، جايب كان منافس كان طالع هداف الدوري السنه اللي فاتت وحاليا بينافس برضه على هداف الدوري السنه دي. فهم ايام محسن صالح، ايام احمد عبد الباقي، مصطفى عبده، الناس اللي في الاهلي دي كانت في مدرسه الاهلي، الاهلي ما اشتراهاش من بره ولا بتاع، وشوف ابدعت ومفيش لعيبه لغايه النهارده بتلعب زيهم. ده اللعيبه في المدارس بتاعت الاهلي ومدارس الانديه في احسن من اللي بيجيبوه من بره. يا ريت الانديه تستعين باللي في المدارس وتستعين بالمراكز الشباب واللعيبه اللي بيلعبوا في الحواري وفي القرى وفي الارياف احسن من اللي بيجيبوه من بره. بس امكانيات، هي عايزه امكانيات وعايزه حد يبحث بضمير. في اضافه منهم انما هم معظمهم كلهم بتبقى على حسب امكانيات، فهم اما بيبقوا في اضافه في لعيبه بتبقى كويسه بتقدر تستفيد انت منها كاداء فني واداء كويس، واللي ما بياخدش فرصه في يعني ما بياخدش فرصه في حتت معينه بالنسبه للانديه مثلا اهلي او زمالك، بيبقى في منهم كويسين في الانديه اللي هم اللي تحت النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه الكويسه دي، انما معظمهم بتبقى يعني شكليات. يعني في لعيب بيبقى في امكانياته كويسه بس ما بيعرفش يأدي في فريق كبير زي الاهلي او الزمالك. في لعيبه تانية بتبقى اللي هي بتبقى واخده حريتها زائد ضغط الجمهور، اما بيبقى بيلعبوا مثلا في نادي زي مثلا مقصه، طلائع الجيش، الانديه اللي زي دي المختلفه بيبقى ما فيش ضغط بتاع، انما الفرق بتبقى بالنسبه للاهلي والزمالك بيبقى في جمهور وضغط وبيبقى في ساعات تحملات على المدرب اللي هم بيبقى عايزين شكل اضافي اكتر، انما هم عامه يعني في منهم كويسين بيقضوا بالنسبه كويسه في الملعب. اداء الاجانب في الدوري المصري يعني هتلاقي 3 4 لعيبه 5 لعيبه 6 لعيبه يعني من بين مثلا حوالي 50 أو 60 لاعب جايين هم اللي بيتشافوا. هل اهنا بردك السؤال يفرض نفسه، هل جميع ادارات الموجوده في الفريق، جميع الادارات الموجوده في الفرق في الدوري المصري ما عندهاش قدره على انها تختار؟ بموت في حاجه اسمها الاهلي، يعني انا حتى لما شفتكم انتوا بالصدفه كده المايك معاكم الاهلي وكده جيت انا عشان اسجل معاكم. يعني انا حاجه الاهلي ده عيش الاول والاخير يعني في مصر كلها، كل حاجه في حياتي، النادي القرن في افريقيا، النادي الاهلي بالظبط كده هو الحياه. يعني هو فعلا اكتر حاجه بتفرح وبتاع. كان حصل موقف معايا ان انا كنت في جيش مركز تدريب وحضرت ماتش 6-2 بتاع النجم الساحلي هناك، فطبعا الحياه يعني هناك كانت
كرب بمعنى الكلمه. ففعلا كانت هي الحاجه الوحيده اللي يعني فعلا كانت بتفرح مع كل جون وكل حاجه في الدنيا. هو فعلا يعني رمز السعاده بالنسبه لنا. يعني الحياه النادي الاهلي ده حياتنا. يعني عايز اقول لك ان احنا النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي عندنا. يعني بيمثل له كل حاجه. انا عندي 55 سنه ماشي. انا بشجع الاهلي من 7 سنين، يبقى حوالي بتاع 43 سنه وانا بموت في الاهلي. النادي الاهلي بيمثل لي حاجات كثيره جدا، مصدر سعاده. يعني ده اللي اقدر اقوله، ان هو مصدر سعاده للواحد لما يشوف النادي الاهلي بيفوز كده ومنتصر دايما وعنده بطولات كثيره. الواحد طبعا بالذات فخر، وبزعل جدا لما الاهلي بيخسر ماتش ولا حاجه، ببقى اكون زعلان جدا، بنام حزين جدا. يعني النادي الاهلي ده شيء جميل جدا وشيء عظيم، وطبعا بشجعه من زمان جدا يعني، وبالنسبه لي حاجه جميله جدا. يعني النادي الاهلي قيمه كبيره. النادي الاهلي انا بعتبره مدرسه كبيره في البلد، يعني المدرسه والجيش، يا ريت البلد كلها نفس السياسه. اولا نادي يعني بكل القيم، اخلاق واحترام وبطولات ونسبه نجاح يعني فوق الممتاز في كل البطولات في كل اللعب. ده اللي يدل على اداره ناجحه، سياسه ناجحه من ايام صالح سليم ومن ايام عبده وصالح الوحش. الواحد بيشوف لعيبه جيل بيسلم جيل، كل جيل بيطلع بيبقى نموذج للي قبله، نموذج يحتذى بيه. انا عندي الاطفال موتوا في حاجه اسمها اهلي، لعبت الاهلي. فريق محترم جدا، بيحترم الجمهور اول شيء في اي مناسبه، بيكون هو محترم الجمهور، محترم حتى في الخساره بيبقى الجمهور ورا النادي الاهلي. فريق كبير، فريق معروف في انحاء العالم كله. يعني لو سالت اي حد في اي حته في العالم هيقول لك انا عارف النادي الاهلي المصري. كل حاجه يعني في ساعة ما بقيت على الدنيا، جدودي أهلوية وأهلي أهلوية، فحتى لو أنا مش هشجعه غصب عني لازم أشجعه. وبعدين النادي حقق بطولات كتير يعني، ونادي محترم ولعيبة محترمة، كله بطولات. النادي الأهلي أحلى حاجة في حياتي. النادي الأهلي أنا بشجع الأهلي من سنة 95. يعني لو لما الأهلي بيخسر واحد بيبقى متعكن، بيفضل أسبوع متعكن. هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا. الأهلي حاجة حلوة بصراحة. الحمد لله الواحد أهلاوي، نعمة الواحد أهلاوي. اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الاخيره، فقره الكره العالميه اللي دايما بنكون موجودين مع حضراتكم وبنتكلم في كل حاجه خاصه بالكره العالميه. نجيب لحضراتكم الملخصات، الاحداث، الاخبار، النتائج. هنبدا معاكم بالدوري الانجليزي وهو الاهم بالنسبه للمصريين، بما ان محمد صلاح طبعا ذا ايجيبشن كينج وفخر العرب وفخر مصر موجود مع فريق ليفربول، وتألق اليوم في مباراته امام فريق كريستال بالاس وحقق ارقام قياسيه. لكن قبل ما ابدا مع محمد صلاح هقول لحضراتكم سريعا كل النتائج اللي اتلعبت خلال الدوري الانجليزي اليوم، وبعديها هقول لحضراتكم مباريات بكره سريعا قبل ما نروح للاخبار. فريق ولفرهامبتون بيفوز على فريق ليستر سيتي في مباراة قوية جدا ما بين الفريقين، وانتهت بأربع أهداف مقابل 3 لفريق ولفرهامبتون. وبورنموث بيفوز 2-0 على فريق وست هام، وليفربول بيفوز على كريستال بالاس 4-3. محمد صلاح بيحرز لفريق ليفربول هدفين، طبعا الهدفين بيساهموا في طبعا عدد رصيد محمد صلاح في هداف الدوري الانجليزي علشان يرتفع الى 16 هدف، ويتجمد رصيد اوباميانج الى 14، وايضا هاري كين 14 هدف، احرز الهدف الاول والثالث. طبعا محمد صلاح احرز الهدف الاول ليه والتعادل لفريق ليفربول في الدقيقه 46 من الشوط الثاني، اول دقيقه من المباراه. بعديها فيرمينيو بيحرز الهدف الثاني، لكن كريستال بالاس بيحرز هدف التعادل.
ومحمد صلاح بيعود من جديد علشان ينقذ فريق ليفربول بعد ما انقذه في المره الاولانيه بالتعادل. هنا بينقذ فريق ليفربول بالتقدم في الدقيقه 75، وساديو ماني بيحرز الهدف الرابع في الدقيقه 93، لكن رعونه فريق ليفربول بتخلي فريق كريستال بالاس ابنه يحرز الهدف الثالث، والمباراه تنتهي 4-3. طبعا بما ان احنا بنتكلم على الدوري الانجليزي ففي لقاءين انتهوا بنتيجة 4-3، مباراة وولفرهامبتون وفريق ليستر سيتي، وأيضا فريق ليفربول وكريستال بالاس. مانشستر يونايتد بيفوز 2-1 على برايتون. مانشستر بعد ما مورينيو خلع خلاص بدأ يتألق، يفوز في كل مبارياته مع سولشاير اللاعب النرويجي، واللاعب يعني من أبناء السير أليكس فيرغسون ومن أبناء نادي مانشستر يونايتد، وبينجح ان هو يفوز على نادي برايتون 2-1، ونيوكاسل بيفوز على كارديف 3-0، وواتفورد بيتعادل 0-0 مع بيرنلي، وساوثهامبتون بيفوز 2-1 على ايفرتون. نتيجه انا شايف ان بالنسبه لي مفاجاه ان ساوثهامبتون بيفوز على ايفرتون 2-1. واخيرا المباراه القويه جدا ما بين ارسنال وتشيلسي واللي انتهت في شوطها الاول بفوز ارسنال 2-0. طبعا محمد النني لاعبنا المصري بيشارك في الدقيقة 72 مكان هكتور بيلرين. طبعا هكتور بيلرين بيلعب في الناحية اليمين، ومحمد النني بيلعب في منطقة نص الملعب. واضح ان هو كان تغيير دفاعي لتأمين خط وسط وخط دفاع فريق نادي أرسنال في الوقت اللي كان تشيلسي عنده سوء حظ، وفي نفس الوقت لم يحالفه التوفيق. و نتفرج على المباراة. مباراة هدف أول للاكازيت، هدف رائع جدا، والهدف الثاني لكوتسلني، يعني هدف فيه توفيق كبير جدا جدا. لكن في نهاية المباراة والمحصلة النهائية هي فوز أرسنال على تشيلسي 2-0. طبعا بكرة هيكون في لقاءين في الدوري الإنجليزي، هادرسفيلد أمام مانشستر سيتي الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة. نتمنى ان شاء الله تعثر فريق مانشستر سيتي، ونتوسم خير في فريق هادرسفيلد النادي السابق لرمضان صبحي، والنادي اللي لسه على قوه او رمضان صبحي على قوته. المباراه الثانيه هتكون ما بين فولهام وتوتنهام الساعه 6. دول اللقاءين اللي هيكونوا في بطوله الدوري الانجليزي بكره ان شاء الله. هنفكر حضراتكم او هنقول لحضراتكم سريعا الجدول، الترتيب الخاص بالدوري الانجليزي ماشي ازاي بعد نتائج اليوم. ليفربول متصدر في القمه ب 60 نقطه، هيستنى بكره مانشستر سيتي لقائه علشان نعرف هل الفارق هيكون 7 نقاط ولا مانشستر سيتي هيفوز على هادرسفيلد ويرجع الفارق تاني لاربع نقاط. توتنهام في المركز الثالث 48 نقطه، بكره عنده مباراه ايضا مهمه. تشيلسي بعد خسارة اليوم بيثبت في المركز الرابع ب 47 نقطة. طبعا مباراة أرسنال قلصت الفارق ما بين أرسنال وتشيلسي لثلاث نقاط. أرسنال في المركز الخامس ب 44 نقطة، يليه مانشستر يونايتد في المركز السادس ب 44 نقطة. يعني الفارق ما بين مانشستر يونايتد والأرسنال، الفارق ما بينهم وبين تشيلسي هم 3 نقاط، والفارق ما بينهم وبين توتنهام 4 نقاط. وبالتالي الدوري الانجليزي كالعاده مولع، مولع فوق ومولع في القاع الفوق. طبعا بنتكلم على القمه، وطبعا الصراع الكبير ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، وطبعا القاع فيه نتائج كبيره جدا ومواقف لفرق في انديه القاع. يعني لسه مش هنقدر نحسم اي حاجه، لا فوز بالدوري ولا هبوط لدوري الشامبيونشيب غير بنهايه الموسم. اتكلمنا على الدوري الانجليزي واهم النتائج، تعالوا بقى نروح نتكلم بالتفصيل على نجمنا المصري محمد صلاح. محمد صلاح طبعا يعني كان ليه بعض التصريحات، لكن ارقام بيحققها محمد صلاح وارقام قياسيه. اول حاجه محمد صلاح افضل لاعب في مباراه ليفربول وكريستال بالاس. طبعا موقع هو سكورد العالمي المتخصص في احصائيات كره القدم بيختار النجم المصري محمد صلاح زي ما حضراتكم شايفين هو نجم المباراة، أحرز هدفين ولعب المباراة، حصل على تقييم 8.7 من 10، وهو أعلى تقييم بين الفرقتين اللي موجودين في أرض الملعب، اللعيبة اللي كانت موجودة في الشوط الثاني أو خلال التبديلات. محمد صلاح بيحرز هدفين علشان يرفع من رصيد أهدافه إلى 16 هدف،
ويتفوق بهدفين عن أوباميانج وعن هاري كين. هاري كين حاليا مصاب وهيغيب عن توتنهام من شهر ونص إلى شهرين. وهاري كين وأوباميانج لم يسجل في مباراة اليوم أمام نادي تشيلسي. محمد صلاح طبعا يحتل المركز الرابع في تاريخ الدوري الإنجليزي كأسرع اللاعبين اللي أحرزوا 50 هدف خلال وجودهم في الدوري الإنجليزي. المركز الأول أندي كول 65 مباراة أحرز فيهم 50 هدف. ألان شيرر 66 مباراة. زي ما حضراتكم شايفين نتكلم على الفاستست طبعا 50 بريمير ليج جولز أو أسرع 50 هدف في الدوري الإنجليزي على عدد الماتشات. أندي كول 65، ألان شيرر 66، رود فان نيستلروي 68، والنجم المصري محمد صلاح 72 مباراة يتساوى معاه في عدد المباريات فرناندو توريس، لكن عدد أهداف أقل بيحرز 50 هدف طبعا. وسيرجيو أجويرو بعد 81 مباراة بيسجل 50 هدف. وتييري أونري وكيفن فيليبس بيتساووا في عدد المباريات 83 مباراة. تخيلوا حضراتكم لما لاعب مصري يتفوق على الأسماء اللي بقول لحضراتكم عليها، بيتفوق على توريس وعلى أجويرو وعلى تييري أونري وعلى عمالقة كتيرة جدا كانوا موجودين في الدوري الإنجليزي. فده يدل فعلا أن كرة القدم هي حلم واجتهاد وجهد داخل الملعب، وبعد الجهد والتعب بيجي الإخلاص وبتيجي النتيجة. طبعا تصريحات كتيرة من نجوم ليفربول عقب فوز كبير على كريستال بالاس 4 أهداف مقابل لا شيء. طبعا هنبدأ بعريس المباراة وهو محمد صلاح، وتصريح بعد المباراة مهم جدا للتلفزيون الإنجليزي. وقال توقعنا صعوبة مواجهة كريستال بالاس. محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول توقع أن المباراة تكون صعبة جدا أمام فريق كريستال بالاس العنيد في الجولة 23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. محمد صلاح سجل هدفين طبعا وبيقود ليفربول إلى النقطة 60. محمد صلاح قال للبي بي سي سبورت عقب اللقاء: لقد توقعنا قبل المباراة أن مواجهة كريستال بالاس هتكون صعبة للغاية. وطبعا أضاف أن في الشوط الثاني أن ليفربول لعب بشكل جيد وكانوا قريبين جدا من التسجيل خلال الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان الوضع مختلف. وفي النهاية هي النتيجة الأهم بالنسبة ليورجن كلوب وليفربول. وطبعا بيتكلم على الأمر السلبي هو تلقي فريق ليفربول 3 أهداف، وقال أن ده أمر صعب جدا ويجب علينا أن نتدارك هذا الأمر في المباريات القادمة. قال تكلمنا مع بعض بين الشوطين وقلنا أن المباراة صعبة وتعهدنا أن احنا نكسب في الشوط الثاني. وقال للفترة الحالية فترة الأهم، عندنا مباريات في بطولة الدوري وعلى مشارف لقاءات في الشامبيونز ليج. وطبعا أكيد أعرب عن سعادته بوصوله للهدف رقم 50 من خلال 72 مباراة. وأكيد طبعا زي ما بنتكلم دايما إن نجمنا المصري محمد صلاح طبعا هو فخرنا وفخر العرب زي ما بنقول كلنا يعني في السوشيال ميديا أو في التلفزيونات. تصريح أيضا ليورجن كلوب عقب ثنائية محمد صلاح، قال إنه إنجاز استثنائي من لاعب عالمي بوصوله للهدف رقم 51 من خلال 72 مباراة. يورجن كلوب أشاد بمجهود محمد صلاح والجهد اللي حقق فيه هدفه 51 هدف في 72 مباراة. يورجن كلوب كمان أيضا لتصريحات للبي بي سي سبورت: اللي حققه صلاح هو إنجاز استثنائي للاعب من طراز عالمي. وأضاف أنه يعتقد أنه هو طبعا قام بخطوات قليلة خلال الشهرين الماضيين في الاتجاه الصحيح، لذلك هو في الحقيقة رقم رائع. وتابع سمعت أسماء اللاعبين الآخرين الذين وصلوا لرقمه بشكل أسرع قليلا، فهناك ألان شيرر ورود فان نيستلروي وأندي كول طبعا مهاجمين من طراز رفيع وفريد وزيهم طبعا محمد صلاح. وقال أن ليس سيئا فلقد ساعدنا كثيرا واللاعبون يعرفون ذلك، واعتقد ان هذا هو الوضع المثالي طبعا للجانبين، فهو يستفيد من اسلوب اللعب مع اللاعبين الاخرين ويستفيد اللاعبين بالطبع من رغبته في التهديف، فهذا امر رائع. وده كان ابرز التصريحات اللي اتكلم عليها يورجن كلوب على محمد صلاح بعد المباراه. تعالوا نروح لإحصائيات وترتيب الهدافين الأفارقة في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي ونشوف الأرقام ونشوف محمد صلاح قدامه قد إيه علشان يوصل للتوب
بلايرز في او اعلى اللعيبه الافارقه اللي بيسجلوا في تاريخ الدوري الانجليزي. طبعا ديدييه دروجبا الايفواري بيسجل 104 هدف، وبالتالي طبعا رقم كبير جدا طوال مسيرته مع نادي تشيلسي. طبعا توجولو إيدبايور نجم نادي ارسنال وواحد من نجوم الدوري الانجليزي، واللي بعديها انتقل من ارسنال اعتقد لكريستال بالاس، 97 هدف في المركز الثاني في الدوري الانجليزي. وطبعا ياكوبو النيجيري 95 هدف، والايفواري يا توري 62 هدف، وكانو نجم منتخب نيجيريا ونادي ارسنال 54 هدف، وساديو ماني 53 هدف، وايفان ايكوكو النيجيري 50 هدف، ومحمد صلاح 51 هدف. محمد صلاح اعتقد باستمراره في الدوري الانجليزي على الاقل الموسم الحالي ممكن يتخطى يايا توريه 62 هدف، علشان يكون قريب من ياكوبو 95 هدف، وادي بايور 97 هدف، ودروجبا 104 هدف. لكن السؤال الابرز والاهم، هل محمد صلاح بعد نهايه الموسم الحالي ممكن يكمل في الدوري الانجليزي ولا لا؟ محمد صلاح ممكن نشوفه في الدوري الاسباني، يعني اكيد مش هنكره الخير لنجمنا المصري ان هو يكون موجود في واحد من اقوى الانديه في العالم وهو ريال مدريد، النادي الاكثر حصولا على بطولات، سواء طبعا بنتكلم على المحليه او العالميه، 3 تشامبيونز ليج. فلورنتينو بيريز رئيس النادي اكيد ماديا ومعنويا ونفسيا تفرق كتير جدا مع نجمنا المصري محمد صلاح. يعني لسه هنكمل بالمره بما احنا بنتكلم على نجومنا المصريين او على نجمنا المصري محمد صلاح، واتكلمنا ايضا على محمد النني. تعالوا نتكلم على سام مورسي، انه بيشارك في خساره ويجن امام شيفيلد بالشامبيون شيب. سام مورسي بيشارك مع نادي شيفيلد او بيشارك مع نادي ويجن في خساره امام شيفيلد 1-0 في المباراه اللي اتلعبت ما بينهم يوم السبت ضمن المنافسات الجوله 28 من دوري الدرجه الاولى الشامبيون شيب. طبعا وشهدت المباراه مشاركه سام مورسي لاعب المنتخب الوطني من بدايه المباراه وحتى النهايه، وفليتشر هو اللي سجل هدف الفوز لشيفيلد في الدقيقه 62 من زمن المباراه. فشل ويجن طبعا في العوده بالنتيجه، والنتيجه اللي حققها شيفيلد بيرفع رصيده الى 50 نقطه في المركز الثالث، وبيتوقف رصيد ويجن في النقطه ال 29 في المركز ال 20، وهو قريب جدا هو من منطقه الهبوط. طيب شبيبة الثورة الجزائري بيفسخ عقد مدربه بالتراضي بعد التعادل مع النادي الاهلي. بصراحة يعني هما يعني الامر غريب جدا، يعني انت مكسب او تعادل قدام النادي الاهلي، انت بتتكلم في مكسب، لكن عايز تكسب النادي الاهلي، اعتقد ان الموضوع صعب. فانت تحقق نقطة، ده اصلا انجاز، انجاز لشبيبة الثورة ان هو يحقق او ياخد نقطة من النادي الاهلي سواء على ملعبك او بره ملعبك. لكن اعتقد ان شبيبة الثورة كان بيتلكك للمدير الفني، وضع سيء جدا في بطولة الدوري وايضا في دوري ابطال افريقيا، الموضوع بيتأزم. لكن ما اعتقدش تماما 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 ان اقالة المدير الفني او فسخ العقد بالتراضي ما بين المدير الفني وادارة شبيبة الثورة هي سبب تعادل في مباراة النادي الاهلي، مباراة لعب أكبر نادي في أفريقيا. وطبعا يعني على فكرة بالمناسبة دي تاني مرة يتفسخ فيها عقد المدير الفني كابتن نبيل خلال مسيرته ضد النادي الأهلي. أول مباراة أو لما كان ماسك نصر حسين داي وحقق نتيجة سلبية ضد النادي الأهلي تم فسخ التعاقد معه. المرة دي مع فريق شبيبة الثورة الجزائري بيتعادل أمام النادي الأهلي وأيضا بيتم فسخ التعاقد معه. لكن زي ما قلت لحضراتكم هي نقطة أمام النادي الأهلي، أيا كان اسمك إيه في أفريقيا، هي بمثابة فوز كبير جدا. لكن النادي الأهلي الطبيعي أنه كان يحقق 3 نقاط لو في الظروف الطبيعية، لكن في الظروف اللي حضراتكم شايفينها غياب رأس حربة وأيضا عدد كبير من الإصابات، كمان أرضية الملعب النجيل الصناعي اللي لعيبة النادي الأهلي مش متعودين عليها منذ فترة بعيدة جدا، أعتقد كمان الإجهاد اللي احنا شفناه سبب من الأسباب بخروج النادي الأهلي بنتيجة يعني في وجهة نظري هي سلبية لجمهور النادي الأهلي. لكن طبعا نقطة مهمة جدا في ظل الغيابات اللي بقول لحضراتكم عليها. تعالوا بقى نروح شوية كده لشوية أخبار خاصة ب الدوريات. لكن قبل ما نبدأ، باريس سان جيرمان بيفوز ب9 أهداف
مقابل لا شيء في الدوري الفرنسي. 9 أهداف حضراتكم تتخيلوا فريق سان جيرمان بيحققها بمثلث الرعب بكافاني ونيمار وامبابي. نيمار بيجيب 2 وامبابي وكافاني بيسجلوا كل واحد فيهم هاتريك علشان خاطر يفوزوا بنتيجه كبيره جدا. 9 أهداف مقابل لا شيء. باريس سان جيرمان خلاص بيستعد للشامبيونز ليج امام فريق مانشستر يونايتد. بطوله الدوري مش مشكله بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان، لكن بطوله الدوري هو ده الاهم. تعالوا نروح شويه كده الاخبار التعاقدات عشان وقتنا بيجري بسرعه جدا مننا. طبعا المهاجم الايفواري ويلفريد بوني مهاجم سوانزي سيتي قريب من نادي السد القطري، ده على حسب سكاي سبورتس العالميه. والاتحاد السعودي يخطط للتعاقد مع النجم الجزائري سفيان فيفولي لاعب نادي جلطة سراي التركي مقابل 7 مليون يورو. واعلن نادي شتوتغارت الالماني عن ضم المدافع الدولي التركي اوزان كاباك من نادي جلطة سراي بعقد ممتد حتى 2024. وريال مدريد بيغلق سوق الانتقالات الشتوية. ماركا أشارت إلى أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب إضافي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد أن ضم اللاعب الشاب إبراهيم دياز من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو حتى في ظل الغيابات اللي بيعاني منها فريق ريال مدريد والإصابة اللي طبعا كان أصيب بها كريم بنزيما والهجوم الشرس من جمهور ريال مدريد عليه. رامسي ارن رامسي اللاعب الويلزي لاعب نادي ارسنال الحالي واللاعب المستقبلي لنادي يوفنتوس بيوقع عقد مبدئي مع يوفنتوس. اكدت الصحف الانجليزيه الايطاليه عن توصل نجم فريق ارسنال ارن رامسي الى اتفاق نهائي مع فريق يوفنتوس، وهو قد وقع عقد مبدئي مع الفريق الايطالي علشان عقده بينتهي بعد 6 شهور، وبالتالي بعد 6 شهور في الفتره الانتقالات الشتويه الحاليه يحق لاي لاعب عقده هينتهي مع فريقه ان هو يمضي لاي نادي بدون اي مشاكل وبدون اي عقوبات. يوفنتوس بيحاول جاهدا مع نادي ارسنال خلال ال 11 يوم المتبقيين من الانتقالات الشتويه ان هو يشتري 6 شهور المتبقيين من عقد رامسي، وبالمره نادي ارسنال يستفيد منه ماديا علشان لو ارسنال رفض ان هو يفرط في اللاعب 6 شهور الحاليين هيروح لنادي يوفنتوس مع بدايه الموسم بدون اي مقابل لصالح نادي ارسنال. تشيلسي يقترب من ضم نجم زينيت سان بطرسبرغ. ان تشيلسي بيحاول ان هو يتعاقد مع لاعب زينيت سان بطرسبرغ ليوناردو باريدايس مقابل 31 مليون يورو. وايضا في ايطاليا سبورت ايطاليا قالت ان ميلان توصل لاتفاق مع مهاجم جنوا البولندي كريستوف بياتيك للتعاقد معه هذا الشهر خلفا لجونزالو هيجوايين اللي انتقل على سبيل الاعاره خلاص لنادي تشيلسي لمده 6 شهور. طبعا اشارت شبكه سكاي سبورتس ان ليفربول يسعى للتعاقد مع هداف لاتسيو طبعا ايموبيلي اللاعب هداف الدوري الايطالي ولاعب قوي جدا، واعتقد ان هو لو انتقد ليفربول هيكون صفقه قويه جدا جدا جدا، هيساهم في خط هجوم فريق ليفربول وهيساعد كثيرا وكثيرا سواء في بطوله الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا. طبعا كلوب بعت سكاوتس او كشافين لمتابعه اللاعب ومناقشه النادي نادي لاتسيو طبعا في امكانيه انتقال اللاعب من نادي لاتسيو نادي ليفربول وهو ايه هو المبلغ اللي ممكن يطلب فيه اللاعب. وطبعا ايموبيلي كان بيلعب تحت قياده يورجن كلوب في دورتموند من حوالي 5 سنوات. اوناي امري ايضا اشار الى وجود مباحثات مع برشلونه لحسم مستقبل دانيس سواريز الفتره اللي جايه علشان يستفيدوا من خدماته الفتره اللي جايه. ليدز يونايتد الانجليزي بيضم حارس المرمى ريال مدريد كيكو كاسيا، وطبعا صفقه تمتد حتى عام 2023. يعني كان نفسنا ان احنا نكمل مع حضراتكم اكثر من كده، لكن وقت البرنامج بينتهي. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من الاهلي الليله. بكره ان شاء الله وفي نفس الميعاد اشوفكم على الف مليون خير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.